أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء. النهاردة هنستكمل مع بعض الحركة على مستوى خشن. احنا قبل كده في حلقتين قبل كده كنا بنتكلم على الحركة على مستوى خشن، هنستكمل النهاردة الحركة على مستوى خشن بجميع أفكارها. وطبعا احنا قبل كده عرضنا مجموعة كبيرة من الأفكار، يا ريت أنت بتراجعها تاني مرة تانية، وهنستكمل بأفكار جديدة. ونرحب بالأستاذ خالد، نقول له أهلا بك يا أستاذ خالد. أهلا اهلا بك يا أستاذ وسهلا يا خالد، فندم، اهلا مجهز لنا إيه وسهلا. النهاردة إن شاء الله؟ هنقدم النهارده اولا هنراجع على الحركه على مستوى خشن القواعد بتاعتها، وبعدين هنخش في التمارين زي ما الاستاذ ماهر قال. فالاول بنقول له الحركه على مستوى خشن دي يا اما على مستوى افقي يا اما على مستوى مائل، مستوى افقي خشن او مستوى مائل خشن. تعالوا ناخد الحالات بتاعت الحركه على مستوى افقي خشن، هم 4 حالات. ايه هم بقى؟ لو انه الجسم متزن ولم يصل الى الاحتكاك النهائي، يبقى ساعتها اقول له يبقى قاف هتساوي ح، وده بقى شغل استاتيكا. يعني قاف هتساوي ح حيث ح اقل من ح سين، اللي هي القوه الاحتكاك النهائي. لو انه الجسم على وشك الحركه، ساعتها هنقول له قاف هتساوي ميم سين في ر، وهنا ر ممكن اجيبها من الرسم بتساوي كاف فين في دال، وهنا ميم سين ده معامل الاحتكاك السكوني، وانت عارف طبعا ان معامل الاحتكاك السكوني اكبر من معامل الاحتكاك الحركي. طب بدأ الجسم يتحرك، بس بيتحرك بسرعة منتظمة. انت عارف طبعا الحركة بسرعة منتظمة يبقى القوتين برضو متساويتين، يبقى ساعتها برضو هنقول له قاف هتساوي، بس هنا بقى هنقول له ميم كاف في ر. ايه الفرق بين دي ودي؟ هنا الجسم على وشك الحركه ما اتحركش لسه، فبيبقى المعامل الاحتكاك ميم سين. هنا الجسم بدأ يتحرك بسرعه منتظمه، يبقى اتحرك، يبقى معامل الاحتكاك ميم كاف، يبقى هنا قاف هتساوي ميم كاف فين في ر. لو انه الجسم بيتحرك بعجله منتظمه، هنا بقى يبقى المعادله مختلفه. اولا هو خلاص اتحرك، يبقى خلاص سيبنا معامل الاحتكاك السكوني، فهنيجي نقول له يبقى قاف ناقص ميم كاف في ر بتساوي كاف في جيم. طب يا مستر الره دي اجيبها منين؟ نقول له من على الرسم، الره بتساوي كاف ايه دال. وممكن نستبدل كده ونقول له يبقى قاف ناقص ميم كاف في كاف دال بتساوي كاف في جيم، وتبقى دي معادلة الايه؟ معادلة الحركة. يبقى احنا هنا تناولنا ال4 حالات اللي ممكن تاخدهم على الحركة على مستوى خشن افقي. طيب تعال نشوف الحركة على مستوى مائل خشن برضو. حركة على مستوى مائل سواء كان صاعد او هابط، على حسب الصعود او الهبوط بتبدأ تعمل الايه؟ المعادلة بتاعتك. الاول برضو زي ما احنا اتفقنا هناخدها بال4 حالات بتاعتهم. واحد، لو انه الجسم متزن ولم يصل بعد الى الاحتكاك النهائي، ساعتها برضو هيبقى قاف هتساوي ح. هنا بقى ح هنا زائد كاف دال جاهه، لان عندي مركبه الوزن اللي عندي هنا في المايل، يبقى هنا هقول له هنا هيبقى في ح، بس جنب مركبه الوزن هيبقى قاف هتساوي ح زائد كاف دال جاهه. طب لو الجسم على وشك الحركه، ساعتها بقى هيبقى هنا ميم سين في ر، ويبقى المعادله عباره عن قاف هتساوي ميم سين في ر زائد كاف دال جاهه. انا عندي مركبه الوزن اللي في اتجاه الخط اكبر ميل، كاف دال جاهه العمودي عليها كاف دال جت اهي اللي هي ر، اللي انا ممكن اعوض عنها هنا وتبقى ميم سين. ميم سين دي معامل الاحتكاك السكوني في كاف دال جت اهي. طب لو الجسم يسير بسرعه منتظمه، الجسم لما يسير بسرعه منتظمه يبقى نفتكر القانون الاول، يظل الجسم على حالته من حيث السكون او السرعه المنتظمه ما لم تؤثر عليه قوه تغير من حالته، يبقى ساعتها القوتين دول هيبقوا متساويين، هيبقى قاف هتساوي ميم كاف معامل الاحتكاك الحركي في ر زائد كاف دال جاهه. طيب لو الجسم بيتحرك بعجله منتظمه، هيبقى قاف ناقص ميم كاف في ر ناقص كاف دال جاهه، خلي بالك هنا بيتحرك لاعلى، هتساوي كاف، هتساوي ايه؟ كاف في جيم. هم دول ال4 حالات اللي انت ممكن تاخدهم او تاخد بالك منهم. جسم متزن لم يصل بعد الى الاحتكاك النهائي، جسم على وشك الحركه، جسم يسير بسرعه منتظمه، جسم يسير بعجله منتظمه. نبدا بقى نشوف نستكمل، لان احنا كنا خدنا الكلام ده قبل كده، نستكمل المسائل. ماشي، اتفضل يا استاذ ماهر. نشوف مع بعض كده مساله زي كده، ويقول لي تنقل الصناديق في احد المصانع بانزلاقها على مستوى مائل طوله 15 متر. طول المستوى المائل 15 متر وارتفاعه 9 امتار. اوجد سرعه الصندوق الذي بدا حركته من السكون، يعني الصندوق بدا حركته من السكون، يعني صفر بتساوي صفر. تمام.
عند قمة المستوى، وذلك حتى وصوله إلى قاعدة المستوى. يبقى عايزين دلوقتي نوجد الارتفاع سرعة هنا تسعة، الصندوق الارتفاع تسعة والطول 15 متر. تمام، انا لو عملت مثلث هنا تاني عشان اجيب الهي، بجيب النسبة بين بجيب 9 النسبة و15، 3 الى بقسم على الثلاثة هنا وهنا، يبقى هنا ثلاثة وهنا خمسة وهنا وهنا أربعة. أربعة ولو محفوظة طلب دي، مني جه اهي اقول له بتساوي ثلاثة على خمسة، ولو طلب مني جت اهي اقول له أربعة بتساوي على أربعة على خمسة. خمسة. نكمل حضرتك بقى هنا بقى ايه، بدأ حركته من السكون عند يعني قمة عين صفر المستوى، صفر. وذلك عند هنا عند وصوله إلى قاعدة المستوى. إذا كان المستوى خشنا وكان معامل الاحتكاك الحركي، يعني بيتحرك ايوه بيساوي ربع. يبقى هنا لما بينزلق مش بتأثر عليه أي قوة خارجية. أول ما نقول كلمة ينزلق يبقى تحت تأثير وزنه والاحتكاك اللي هو لأن بيقابله، مفيش قوة يبقى مفيش بتأثر عليه. قوة بتأثر عليه. يبقى أنا عندي هنا كاف دال جاهي، وهو بينزلق يعني بينزل لتحت، يبقى الاحتكاك يبقى عكس التيار. الاحتكاك عكس الكلام ده اللي هو هيبقى ميم كاف في ره اللي هي كاف دال جتهي. يبقى معادلة الحركة هنا في الحالة ديت لما نيجي نكتبها هنقول له كاف دال جاهي القوة في اتجاه الحركة ناقص القوة في عكس اتجاه الحركة اللي هي ميم كاف في كاف دال جتا ه بتساوي كاف في جيم. بلاحظ انه اولا هو ما ادانيش كاف، وكمان بلاحظ انه ممكن اشيل الكاف اقسم مع طرفي بعضها. المعادلة على كاف. وبالتالي لما نيجي نقول له يبقى الجيم هتساوي 9.8 في جاه اجيبها من هنا 3 على 5 ناقص ميم كاف قال لي بربع، وهنا في 9.8 في جتا اهي اجيبها من هنا 4 على 5. استاذ ماهر عودنا ان احنا نحاول ناخد عامل مشترك، نحاول نتعامل مع نبسط الحاجه، المسألة. نبسط المساله. فانا هاخد 9.8 عامل مشترك هيبقى لي 3 على 5، واشطب الاربعه مع الاربعه هيديني 1 على 5، وفي الاخر هتبقى 9.8 في 50 2 على 5 اللي هي بتديني 3.92 من 100 اللي هي بتديني 3.92 من 100 سنتيمتر متر على ثانية كل تربيع. ثانية تربيع. أنا كده جبت العجلة. هو عايز السرعة عند آخر حتة في المستوى، آخر حتة في المستوى يعني المسافة بتاعتها هتبقى 15. يبقى أنا أجي أقول له بقى القانون بتاعي، أولا أقول له عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 جيم في، عين تربيع هتساوي عين صفر تربيع بصفر زائد 2 في ج، انا لسه جايبها 3.92 في ف، اقول له ب 15. يبقى انا كده جبت لك السرعه عند نهايه الايه المستوى. يبقى ساعتها الناتج لو هاخد الجذر يبقى عين هتساوي 14 جذر 15 على 5 على 5 متر متر على لكل الثانية. ثانيه. يبقى احنا كده جبنا السرعه بتاعت الصندوق عند نهايه المستوى. اول حاجه عملنا معادله الحركه، تاني حاجه طلعنا منها العجله، وبعد كده كتبنا قانون القانون الثالث لنيوتن الحركه وجبنا السرعه بتاعته. نشوف مساله كمان يا استاذ. نشوف مساله تانية. بيقول لي هنا جسم كتلته 12 كيلو جرام موضوع على مستوى افقي خشن، ومعامل الاحتكاك السكوني بين الجسم والمستوى بيساوي جذر 3 على 3، بينما معامل الاحتكاك الحركي جذر 3 على 4. تمام، احسب القوة التي تجعل الجسم على وشك الحركة، ثم اوجد القوة التي تجعله يتحرك بعجلة قدرها 49 جذر 3 على 20 متر على الثانية تربيع. اذا علم ان القوة تميل على الافق بزاوية قياسها 30 درجة الاعلى في الحالتين. يعني هنا نقراها تاني برضو. يبقى الجسم كتلته 12 كيلو جرام موضوع على مستوى افق خشن، خلاص انا اثرت عليه بقوه بتميل على الافقي بزاويه قياسها 30 درجه. يبقى نرسم حاله حاله. الحاله الاولانيه اهي، ادي الجسم هنا اهو، والقوه بتميل عليها بزاويه 30، والجسم خشن، وادي القوه اهي والزاويه هنا 30، وادي رد الفعل بتاعي، وهنا كاف دال، وهيبقى هنا ميم سين في ره في حاله لما يبقى على وشك الحركه، وفي حاله لما يبدا ايه يتحرك. لما يبقى على وشك الحركه نقول له اذا كان على وشك الحركه يبقى نبدا نحلل القوه ديت، فهتبقى هنا قاف جتا 30 وهتبقى هنا قاف جا 30. نبدأ نجيب له ره الأول، ره هتساوي كاف دال ناقص قاف جا 30، ونقول له بما أن الجسم على وشك الحركة هيبقى قاف جتا 30 بتساوي ميم سين في ره، يبقى قاف جتا 30
هتساوي ميم س مديها لي بجذر 3 على 3، ور عندي اللي هي ك د ناقص ق ج 30. هندخل بقى بالمعامل ده مره هنا ومره هنا عشان نودي القافات مع بعض. فهنيجي نقول له كده ق ج 30 بتساوي جذر 3 على 3 ك د ناقص جذر 3 على 3 ق ج 30، واوديها الناحيه الثانيه بالزائد. عوض عن جتا 30 وجتا 30 اه، يبقى ق في جذر 3 على 2 زائد جذر 3 على 3 في ق في نص بتساوي جذر 3 على 3 جذر في ك د. اشطب جذر 3 من كل من كل معادله واحده دول راحت، ونقول له واخد ق عامل مشترك هيبقى واضرب لي هنا طرفي نص المعادله 6 زائد سدس بتساوي تلت ك د. هو مديني ك طبعا، 12 كيلو جرام. يبقى ق هتساوي تلت اللي هي تلت في 12 في 9.8 من عشرة على نص زائد سدس. نشوفها بقى على الآلة كده قبل ما نجيبها على الآلة، على بتلتين التلاتة على في طول. الواحد على التلاتة فيها كام؟ الأربعة، ودول ممكن نجمعهم على الآلة يبقى 4 في 9.8 من عشرة ونص زائد سدس تلتين. تلتين. اتنين على تلاتة. نطلع التلاتة فوق يبقى ق هتساوي 4 في 3 في 9.8 من عشرة على 2 على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين، فهتبقى المسألة عبارة عن نطلعها 6 بالنيوتن على طول، يبقى 6 في نقسم 9.8 من تطلع عشرة 6 نيوتن، 6 سوق لكيلو جرام. اه ممكن هتطلع 58 و8 من عشرة نيوتن، ولو قسمناها على 9.8 من عشرة هتطلع، ولو قسمناها على 9.8 من عشرة زي تطلع ما 6 حضرتك قلت نيوتن 6 صفر سوق لكيلو كيلو جرام. جرام. ديت الحالة الأولى اللي هو كان على وشك الإيه؟ الحركة. نيجي بقى الحالة التانية لنفس الرسمة بس هيتحرك بإيه؟ بعجلة. ساعتها هيبقى معامل الاحتكاك بتاعي هيبقى حركي مش سكوني. أدي الجسم هنا برضو كده. أدي الجسم أهو. والقوة هنا أحللها بالمرة. بتميل على هتبقى قاف جتا 30 وهنا في ر وهنا قاف جا 30. القوة كانت هنا واحنا حللناها بقت هنا وهنا، وهنا هيبقى ميم كاف في ر وهنا ادي ايه كاف دال. ليه ميم كاف؟ لان الجسم بيتحرك بعجلة. قال لي عليها، قال لي 49 جذر جذر 3 3 على على 20 20. الجسم بيتحرك بعجلة، يبقى في الحالة ديت بنقول له الاحتكاك هيبقى احتكاك حركي. ونبدأ قبل ما نشتغل نقول له ر هتساوي كاف د ناقص ق ج 30، وكاف ب 12 والكاف ب 12 يبقى ر هتساوي 12 في 9.8 من عشرة ناقص ق في نص يعني نص ق. نبدأ نكتب المعادلة بقى، فنيجي نقول له ق ج 30 ناقص ميم كاف، انا عندي ميم معامل بجذر الاحتكاك 3 الثاني. على 4 في ر، احنا عندنا ر اهي ب 12 في 9.8 من عشرة ناقص نص ق بتساوي ك في ج اللي هي 12 في ج اللي عندي اللي هي 49 في جذر 3 على 20. دي معادلة الحركة. وممكن نقول له هنا ق في جذر 3 على 2 ناقص جذر 3 على 4 افتح قوس 12 في 9.8 من عشرة ناقص نص ق هتساوي 12 في 49 جذر 3 على 20. نبين الورقة شوية، نشيل جذر 3 من طرفين. هنشيل جذر 3 من كل المسألة وندخل السالب عليهم، وناخد كمان بالمرة ق عامل مشترك. يبقى ق افتح كلام نص اهو زائد تمن ربع في نص تمن كده. انا خدت القاف هنا وخدت القاف هنا، خلي بالك السالب دخلت هنا هتبقى أصح. سالب، دخلت هنا هتبقى موجب. واللي بالسالب دي هوديها الناحية التانية وهقول له بتساوي 12 في 49 على 4 على 20 اسف زائد 12 في 9.8 من عشرة على 4. نعملها تاني بقى في الورقة التانية عشان تاخد بالك منها. هتبقى عبارة عن قاف افتح قوس نص زائد تم بتساوي 12 في 49 على 20 زائد 12 في 9.8 من عشرة على 4. وكمان استخدام الآلة على طول نقدر باستخدام نطلع الآلة الطاقة. قاف هتطلع كام هنا بقى؟ هو نقسم على 9.8 من عشرة اه طرفي المعادلة، يبقى تطلع 9.6 من عشرة سوق لكيلو جرام. 9.6 من عشرة سوق سوق لكيلو لكيلو جرام جرام لو لأن انت كده استخدمت بالنيوتن الآلة.
بدل ما تستخدمها بالنيوتن هنستخدمها نقسم على بالظبط 9 و8 من 10. اولا نقسم على القوس ده ونقسم على 9 و8 من 10، يعني ممكن اقول له ق بتساوي 12 في 49 على 20 زائد 12 في 9 و8 من 10 على 4 على نص زائد ثمن، وبعدين اضربها كمان في 9 و8 من 10 هتطلع في الاخر 9 و6 من 10 ثقل كيلو جرام. جرام. يبقى احنا كده درسنا الحالتين اللي احنا كنا قلنا قبل كده ان الجسم ليه 4 حالات، حالة قبل الاحتكاك، وحالة على وشك الحركة، وحالة يسير بسرعة منتظمة، وحالة يسير بعجلة منتظمة. ناخد مسألة كمان. اتفضل يا استاذ ماهر. نشوف مع بعض كده. بيقول لي مستوى ماء الخشن طوله 2.5 متر وارتفاعه 1.5 متر. خلاص بقى دي ما متمكن عشان اعرف زاوية من المستوى الافقي. يعني نرسمها الاول كده يا استاذ ماهر لحظة. يبقى ادي المستوى اهو، الارتفاع بتاعه 1.5 متر، 1.5 متر وهو ارتفاعه 2.5 متر، والجسم اللي هو بيقول عليه اهو. اتفضل حضرتك. وعمل احتكاكه الحركي نص. يبقى ميم كاف هتساوي نص. اوجد اصغر سرعة يقذف بها جسم من اسفل نقطة في المستوى في اتجاه خط اكبر ميل لاعلى ليصل لاعلى نقطة فيه. اصغر سرعه يقذف بها، يقصد بيها السرعه الابتدائيه، لان هو هيقذف بسرعه ابتدائيه وهيوصل للاخر هيقف، يبقى السرعة النهائية بتاعته بكام؟ بصفر. يبقى مشي قد ايه؟ مشي 2.5. قبل ما نعمل الحكاية دي تعالى نعمل المثلث. ادي المثلث القائم اللي احنا اتفقنا عليه، وادي الزاوية اهي، وادي 1.5 و2.5، لو قسمناهم هتبقى دي 3 ودي 5 ودي 4، علشان لما يجي يطلب منك جا اهي نقول له جا اهي بتساوي 3 على 5، جت اهي بتساوي ايه؟ 4 على 5. طيب المعادلات ايه بقى؟ هنيجي نقول له ده هيقذف كده. طيب ايه المعادله اللي عندي هنا؟ انا عندي مركبه الوزن كاف د جا اهي، وطبعا طالما ماشي كده يبقى والجسم خشن، يبقى هقول له هنا ميم كاف في ر. طب مين هي ر؟ نقول له ادي ر اهي، وهنا كاف د جت اهي. تعالى بقى اعمل المعادله. القوه في اتجاه الحركه مفيش، ناقص القوة في عكس اتجاه الحركة، يبقى هبدأ أقول له كده سالب ميم كاف في ر سالب كاف د جا ه بيساوي كاف في ج. نبدأ بقى نقول له سالب ميم كاف أنت مدهاني يبقى بسالب كام؟ نص. ر أنت مدهاني اللي هي كاف د جا ه ناقص كاف د جا ه بيساوي كاف في ج. الله، نقسم على كاف كله. يبقى نقسم على كاف علشان نطير الكاف، لأنه أصلا هو مش مديلك كاف. نبدأ بقى نحط الأرقام مع بعض. ناخد 9.8 مشترك. يبقى سالب نص في 9.8 في 4 على 5 ناقص 9.8 في 3 على 5 بتساوي ج. زي ما قال الأستاذ ماهر هناخد 9.8 عامل مشترك، وعندي على الاثنين فهالواحد على الاثنين فهالاثنين، هتبقى 2 على 5 هاخدها بالسالب يا مستر. زائد 3 على 5 بتساوي ج. 2 على 5 زائد 3 على 5 بواحد، يبقى اذا ج هتساوي سالب 9.8 عجله متر تقصيريه على الثانيه تربيع، لانه متر بيتحرك على الثانيه مخزوف تربيع. لاعلى في تقصير هيسكن. لازم طالما هو بيطلع بعكس اتجاه الجسم اللي ماشي، لان القوه اللي ماشيه كلها تحت وهو طالع بعكسه، يبقى لازم العجله تطلع تقصيريه. طيب انا عايز اجيب السرعه اللي قذف بيها، السرعه اللي قذف بيها دي سرعه ابتدائيه، فهقول له عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. عين تربيع ان هو عقبال ما يصعد لاعلى هيبقى بيساوي صفر، وعين صفر تربيع ده اللي انا عايز اجيبها، ناقص 2 في 9.8 في 2 وكام؟ ونص. اودي دي الناحيه الثانيه، يبقى عين صفر بتساوي 9 و... عين صفر تربيع ب 49، عين صفر تربيع ب 49، ويبقى عين صفر بتساوي 7 متر لكل ايه؟ ثانيه. السرعه التي قذف بها الجسم بتساوي 7 متر لكل ثانيه، ده اللي خلته يطلع لاعلى ويسكن في نهايه الطريق. يبقى اذا ما دام الجسم مغزوف لاعلى يبقى بيتحرك بتقصير، بتقصير، والسرعه النهائيه بتساوي صفر. يبقى من هنا سهل جدا اجيب السرعه الابتدائيه، لان عندي المسافه اللي هتحركها على المستوى المائل اللي عندي كانت السرعه النهائيه 2.5 معلومة. متر اللي هي على تمام. مساله مهمه وظريفه يعني. نشوف سؤال تاني. نشوف مساله كمان. بيقول لي ترك جسم ينزلق على مستوى مائل ينتهي بمستوى افقي، خشونتهما واحدة، الخشونة على المستوى المائل هي نفس الخشونة على المستوى الأفقي. فإذا كان معامل الاحتكاك الحركي يعني واضح فيه حركة بيساوي ربع، وكان طول المستوى 9 أمتار، ويميل المستوى المائل على الأفق بزاوية قياسها هي، حيث ظاهر بتساوي 3 أرباع،
فعايزين نوجد أقصى مسافة يتحركها الجسم على المستوى الأفقي قبل أن يسقط. نشوفها تاني، نقولها تاني. ترك يبقى الجسم ينزلق على مستوى، الجسم يبقى اول ما انزلق. تسمع ينزلق يبقى الجسم ده ليس تحت تاثير قوه معينه، لا نازل تحت تحت تاثير تأثير وزني مركبة فقط، الوزن فقط، مركبته فقط الوزن وفي في ومركبه احتكاك الاحتكاك. هنا ايه حركي. يبقى كلمه ينزلق معناها ان مفيش قوه مؤثره عليه، هو بس مركبه الوزن والاحتكاك اللي هيساعد على عكس الحركه، لانه الاحتكاك دايما بيعمل عكس الايه الحركه. ينتهي بمستوى افقي خشن. يعني انا عندي مستويين يا استاذ ماهر، انا عندي مستوى كده مائل مائل بينتهي بمستوى افقي. بينتهي بمستوى افقي بالمنظر ده كده اهو، كده ده المستوى المائل وبيميل بزاويه اهي. بعد ما يخلص يبدا هنا بقى بالمستوى الايه الافقي بتحرك يجي بالسرعة هنا. اللي اكتسبها في نهاية المستوى المائل يبقى وتقصير. ندرس الحاله على حالتين، يعني الاول على المستوى المائل ايه القوه، هو بينزلق ايه القوه اللي بتاثر عليه، نقول له كاف دال جاه. طيب ايه القوه اللي بتمنعه، نقول له ميم كاف في كاف دال جته. خلي بالك ده رد الفعل، خلي بالك دي مركبه الوزن العموديه كاف دال جته. طيب نبدا بقى نعمل معادله الحركه هنا، وخلي بالك هو بيقول ان سرعته هنا بتساوي سرعته هنا، سرعه الجسم لم تتغير من المستوى المائل للمستوى الايه للأفق. الافقي. يعني بعد ما حضرتك هتجيب المعادله وتجيب العجله لازم تجيب السرعه النهائيه، السرعه النهائيه على المستوى المائل هتبقى سرعه ابتدائيه على المستوى الايه الافقي. يلا نشتغل اولا على المستوى المائل. اولا على المستوى المائل هيبقى القوه في اتجاه هنا كده هيبقى كاف دال جاه، القوه في اتجاه الحركه ناقص القوه في عكس اتجاه الحركه اللي هو ميم كاف في كاف دال جته بتساوي كاف في جيم. واضح ان الكاف هتتشال، وواضح ان هنا هيبقى 9.8 في ه، هو قايل لي الظاه، خلي بالك قايل لي ان الظاه ثلاث ب 3 على ارباع، 4، يبقى الجاب ثلاث اخماس يبقى الجاب 3 على 5 والجتا ناقص ب 4 على 5 الميم كاف قايل لي عليها بربع. ربع، وال9.8 في 4 على 5 بتساوي جيم. هناخد برضو 9.8 عامل مشترك هيبقى 3 على 5 ناقص ال4 راحت مع ال4 ناقص 5 بتساوي جيم. يبقى وبالشكل اذا ده الجيم بتساوي 3.92 هيبقى جيم هتساوي 3.92 متر متر على الثانية لكل تربيع ثانية ايه تربيع. نرجع بقى نقول له هنجيب السرعة النهائية اللي على اكتسبها المستوى الجسم. المائل اللي اكتسبها الجسم، يبقى عين تربيع بتساوي عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 جيم فيه. انا عندي الجسم بدأ من سكون، يبقى عين تربيع هتساوي صفر زائد 2 في 3 92 في المسافة فيه اللي هي احنا قلنا عليها كام بقى 9 أمتار. 9 امتار، يبقى هذه ايه 9 هنا، يبقى نضربهم بقى مع بعض ويبقى العين في الحالة دي هتطلع ب 8.4. طيب تعالى بقى نكلمك على المستوى الافقي، ايه القوة المؤثرة عليه، نقول له مفيش قوة مؤثرة عليه سوى الاحتكاك اللي هي هيبقى ميم كاف في ره. طب هنا خلي بالك الره هنا غير الره هنا، الره هنا هتبقى هنا دي ره وهنا كاف دال. انا لما كنت بعوض عن الره في المستوى المائل كنت بقول له الره بتساوي كاف دال جتا اهي، لانها كانت مركبه وزن على مستوى مائل، انما الره هنا يبقى تعالى نعمل المعادله بقى هنا كده، يبقى المعادله اللي هنعملها هنقول له ايه سالب ميم كاف في كاف دال في كاف دال بتساوي كاف في جيم. نشيل الكاف مع الكاف، هنشيل الكاف مع الكاف والميم كاف ثابتة، ربع يبقى سالب ربع في 9.8 هتساوي جيم. طبعا العجلة هتبقى تقصيرية، يبقى سالب 2.45 يبقى جيم هتساوي سالب 2.45 متر متر لكل على ثانية الثانية تربيع. تربيع. طب هل عايزين نجيب بقى هو مشي قد ايه، يعني هو بيقول لي على المستوى الافقي ده هيمشي قد ايه ويسكن، يبقى يسكن يعني السرعة النهائية بتاعتي بصفر، انا جبت السرعة الابتدائية بتاعته يبقى السرعة النهائية بصفر، انما السرعة الابتدائية زي ما قال الاستاذ ماهر 8.4. 8.4. السرعة النهائية بصفر، المسافة هو طالبها، وعندي العجلة انا جايبها بسالب سالب 2 5 وايه 40. من عندي الاربع حاجات اهم، اكتب القانون فهقول له عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 جيم ف، عين تربيع بصفر، عين صفر ب 8.4 لكل تربيع ناقص 2 في 2 45 في ف هو عايزها.
يبقى إذا المسافة على طول إذا في بتطلع تساوي 14 و4 من 10 14 و4 من 10 متر. متر، ده نهاية حسابات المسألة دي. يبقى احنا قدرنا نعرف الجسم مع انه بيمشي بعجلة تقصيرية هيمشي مسافة 14 و4 من 10 متر. حلوة المسألة لأنها على مستويين وبندرس فيها المستوى المائل والمستوى الأفقي يا مستر. يبقى احنا دلوقتي هنا الجسم اللي كان موجود على المستوى المائل بيتحرك تحت تأثير مركبة الوزن والاحتكاك نفسه، اللي هو تمام. الاحتكاك اللي هو يعتبر بالنسبة لي احتكاك حركي. فمن هنا استفدت، جبت العجلة اللي بتحرك بيها على المستوى المائل ودي بتكون عجلة تقصيرية، وجبت السرعة اللي اكتسبها الجسم في نهاية هذه الفترة. السرعة، هذه السرعة تعتبر سرعة ابتدائية للحركة على المستوى الأفقي. طب مع الحركة على المستوى الأفقي القوة بقى هنا، المؤثرة عليه ايه؟ هنا في هنا بس الاحتكاك الحركي الى جانب ان ر في الحاله دي بتساوي كاف د وليست بتساوي كاف د جت اهي، بقى ومن هنا قدرت اجيب ايه يعني اللي هي كأنه بنعمل مقارنة بين الحركة على مستوى أفقي والحركة على مستوى مائل بالظبط في كده. الاثنين. فجبت انا هنا دلوقتي العجله على المستوى الافقي وتعتبر عجله تقصيريه، بدا بسرعه ابتدائيه وعندي عجله تقصيريه، وهنا بجيب المسافه اللي اللي اقطعها نشيلها حتى يسكن فسرعته النهائيه بتساوي صفر. بصفر. مساله مهمه تمام. وفكرتها ممكن تكون مساله امتحان. نشوف سؤال تاني. هنشوف اسئله بعد كده يا مستر. بيبقى فيها المقاومه ما فيهاش الاحتكاك. خلاص كده احنا كده غطينا افكار الاحتكاك الحركي والسكوني بكل افكاره، هنخش بقى فيها يعني حركه. المسائل هتلاقي فيها كلمه مقاومه، مش هتلاقي فيها خشونه ولا لا بتاع تمام ولا كلام كده. من ده. يبقى يلا كده نشوف كده مع بعض. نشوف مع بعض كده. بيقول لي قاطرة كتلتها 30 طن تجر عددا من العربات كتلة كل منها 10 أطنان بقوة آلة مقدارها 56 ثقل طن. خلي بالنا من التمييزات، الآلة قوتها 56 ثقل طن، لتصعد بها منحدرا يميل على الأفق بزاوية قياسها 30 وبعجلة منتظمة مقدارها 49 سنتيمتر على الثانية تربيع. خلي بالك أنا بركز على التحويلات. فإذا كانت قوة المقاومة لحركة القاطرة والعربات تعادل 10 ثقل كيلو جرام لكل طن من الكتلة، أوجد يوجد عدد عدد احنا العربات. كنا خدنا مسألة زي كده كانت على القانون الأول وكانت عبارة عن مهمة جدا مهمة المسألة دي. بتكرر كتير المسألة. نفس مرة الفكرة. كلمناها على إنها بتمشي بسرعة منتظمة ودلوقتي بتمشي بعجلة. احنا هنفرض إنه عدد العربات نون نون. مثلا. تمام. يبقى هنيجي نقول له يبقى الكتلة الكلية عبارة عن 30 زائد 10 ايه نون، ونتعامل مع نكتبها بالطن بقى عشان نخلي بالنا. تمام كده طن، وممكن نقول له كاف هتساوي 30 زائد 10 نون في 10 أس 3 كيلو جرام. كيلو جرام. يبقى أنا ممكن بدل ما أكتب ده كل مرة في المعادلة هكتب مكانها كلمة إيه؟ كاف. كاف كبيرة. كاف كبيرة. طيب يلا بقى نحل نكتب المسألة. معادلة الحركة نكتب بقى. معادلة الحركة. قاطرة تصعد منحدرا، واضح تصعد ان لها منحدرا. تطلع منحدر على الايه، بيميل على الافق بزاوية ايه قياسها 30. يبقى أدي القاطرة أهي بتصعد منحدر، يبقى هنا في قاف وهنا في ميم ومركبة ومركبة الوزن كاف دال جاهي. هنا رد الفعل مش هستفيد بيه قوي بقى لانه مش هعمل بيه معامل مش احتكاك، محتاجه. وكاف دال جاه جت اهي هنا، وهنا زاوية اهي هو قايل لي عليها الزاوية كام؟ 30. معادلة الحركة هنا ولانه بتصعد فبنقول له القوة في اتجاه الحركة يعني قاف ناقص ميم ناقص كاف دال جاهي هتساوي كاف في جيم. نبدأ بقى نقول له كل واحدة. قاف ب 56 ثقل ثقل طن، طن يبقى 56 في 9 و8 من 10 10 أس ب 10 أس 3 3. بقت كده ميم بنيوتن. بقت نيوتن كده. ميم هي 10 ثقل، 10 في 9 و8 من 10 لكل طن يعني في كاف. بالظبط كده. كاف اللي هي عدد الأطنان الكلية. الكلية. زائد ناقص كاف اللي هي هكتبها كاف بس هعملها بالكيلو جرام، يبقى هضربها في 10 اس 3 في 9 و8 من 10 في نص جا 30 بنص، بتساوي كاف في جيم. كاف زي ما هي بس هضربها في 10 اس 3 في جيم، هو مدهاني ب 49 من 100 من بقى 100. عشان دي بالسنتيمتر احولها لمتر. تمام. انا عندي ثلاث كافات اهم يا مستر نوديهم الناحيه الثانيه. ماشي. يبقى هقول له 56 في 9 و8 من 10 في 10 اس 3 وهودي دول الناحيه الثانيه وهاخد كاف عامل مشترك. هيبقى هنا 10 في 9 و8 من 10 زائد 10 اس 3 في 9 و8 من 10 في نص زائد 10 اس 3 في 49 من 100. وهقسم كمان واقول له يبقى كاف هتساوي 56 في 9 و8 من 10 في 10 اس 3 على المقدار ده كله، على القوس ده كله. القوس اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو لو هنكتبه تاني
هنكتبه تاني اهو يعني على نفس القوس عشان بس ما فيش على نفس مساحة. القوس الناتج هيطلع 100. 100 طيب تعالى بقى نقول له كاف دي ايه؟ كاف دي 30 زائد 10 نون بتساوي 100. اودي ال 30 الناحيه الثانيه يبقى 10 نون بتساوي 70. بالقسم على 10 هنا وعلى 10 هنا اذا النون هتساوي 7، يعني عدد العربات هتساوي 7 عربه. احنا هنا حاولنا نختصر لك بدل ما نقعد نكتب القوس اكتر من مره، كتبناهم يعني كلهم كتلة كلية عشان كتلة ما ناخدش كليه في ايه على طول ومره عملناها. مسألة مهمة ضروري، ممكن تكون مسألة امتحان وبتتكرر كتير مسألة، يبقى بنتابع الافكار دي لان احنا عندنا مسائلنا اغلبها مسائل امتحانات بتتكرر كتير. المسائل اللي احنا بنجيبها يا اما مسألة امتحان يا اما مسألة موجودة في كتاب الوزارة. نشوف سؤال تاني كده، بيقول لي وضع جسم كتلته كاف كيلو جرام عند قمة مستوى مائل طوله فيه متر وينتهي بمستوى أفقي، وكان المستوى المائل يميل على الأفق بزاوية قياسها 30 درجة، ترك الجسم لينزلق في اتجاه خط أكبر ميل واستمر بعد ذلك في حركة على على المستوى مستوى الأفقي، الأفقي فسكن فسكن بعد أن قطع مسافة مساوية للمسافة التي قطعها على المستوى المائل. يعني لو دي فيه تبقى دي فيه. أوجد بالنيوتن، طلب بالنيوتن النهارده مقدار المقاومة لكل كيلو جرام من الكتلة، بفرض أن مقدار مقاومة الطريقين واحدة وأن مقدار سرعة الجسم لا تتغير بانتقاله إلى المستوى الأفقي. تمام تمام كده، يعني يا ريت حتى نبقى نقراها تاني ساعة لما نبدأ نحل، نرسم بس نرسم المسألة. المسألة برضو نفس الحكاية، هما مستويين، مستوى مائل ومستوى أفقي، والزاوية اللي بيميل عليها بزاوية بزاوية 30 30. الجسم بينزلق كده. طيب ايه القوة المؤثرة عليه؟ كلمة ينزلق بنقولها تاني، كلمة ينزلق يعني ما فيش قوة مؤثرة عليه غير مركبة الوزن والمقاومة لو في مقاومة او الاحتكاك لو في احتكاك. هنا هيبقى مركبة الوزن كاف د ج ه، وهنا هيبقى فيه مقاومة، ده على الجسم المائل. طب ما تيجي نعمل معادلته، يبقى هنيجي نقول له القوة في اتجاه الحركة كاف د ج ه ناقص القوة في عكس اتجاه الحركة ميم هتساوي كاف في جيم. بالظبط كده. خلي بال حضرتك يا مستر، هو عايز المقاومة لكل طن، يعني يبقى بقسم مع الكتلة يبقى كلها. بقسم على الكتلة، الله ينور عليك. يبقى في الحالة دي لما نقول له بالقسمة على كاف، يبقى هقسم هنا على كاف، هقسم هنا على كاف، هقسم هنا على كاف، يبقى ساعتها هتبقى د ج ه هتساوي ميم على كاف في جيم. ممكن كمان نقول له د دي 9.8 من عشرة في ج ه بنص بتساوي ميم كاف بتساوي جيم. يعني في الاخر، يعني في الاخر جيم هتساوي 4.9 من عشرة ناقص ميم على كاف. كده انا جبت جيم. طب ما تجيب السرعة بالمرة، لان السرعة اللي هنا بتساوي السرعة اللي هنا، يبقى تعال نجيب السرعة. لما بنقول برضو ترك لينزلق، يبقى معنى كده ان السرعة الابتدائية بصفر. يبقى تعال نجيب السرعة النهائية، عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 جيم فيه، عين تربيع عين صفر بصفر، يبقى عين تربيع هتساوي 2 فيها ه، وجيم اللي انا جبتها 4.9 من عشرة ناقص ميم على كاف. يبقى دي عين تربيع اللي هي السرعة النهائية اللي هتبقى سرعة ابتدائية لما اجي امشي على المستوى الافقي. لما اجي امشي على المستوى الافقي هتلاقيني ماشي بايه؟ تحت تأثير المقاومة فقط. يعني الجسم ماشي كده والقوة المؤثرة عليه ماشي عكس، يبقى علشان كده العجلة هتبقى بالإيه؟ بالسالب. يبقى تعالى بقى نقول له السرعة اللي أنت جبتها على المستوى المائل النهائية هنا تعتبر سرعة هتعتبر ابتدائية سرعة للحركة على ابتدائية المستوى الأفقي. للجسم هنا. فتعالى معايا بقى نقول له الحركة على المستوى الأفقي. مفيش قوة مؤثرة عليها غير إن أنا أقول له كاف في جيم بتساوي سالب ميم. وبالقسم على كاف، بالقسم على كاف هتبقى الجيم بتساوي سالب ميم على كاف. كويس. وبما انه قايل لي ان السرعه النهائيه اللي انت جبتها دي هي نفسها السرعه الابتدائيه، طيب السرعه النهائيه هتبقى بكام؟ الراجل ده هيمشي بسرعه تقصيريه لغايه لما يقف، يسكت، ونفس المسافه اللي هنا هي نفس المسافه اللي هنا. معايا كده؟ يبقى هنيجي نقول له ايه بقى؟ عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 جيم فيه، خلي بالك فيه هنا هي فيه هناك، عين تربيع هنا بصفر لانه هيسكن، عين صفر تربيع هي عين الابتدائية اللي انا جايبها اللي هي 2 فيه افتح قوس اللي هي 2 فيه افتح قوس 4.9 من 4 10 و9 من 10 ناقص ميم على كاف ناقص العجلة اللي هي ميم على كاف في 2 فيه. بالظبط. لو اودي ده الناحية التانية هيبقى 2 فيه اقسم طرفي في المعادلة على 4.9 2 من فيه 10 ناقص ميم على كاف هتساوي ميم على كاف في 2 فيه، اقسم طرفي المعادلة زي ما قال الاستاذ ماهر، يبقى 2 فيه راحت مع 2 فيه، وأودي ميم كاف الناحية التانية يبقى 4.9 من عشرة بتساوي 2 ميم كاف،
وبالقسم على الاثنين هيبقى ميم كاف الكتلة المقاومة 2.45 من 100 بتساوي 2.45 نيوتن. نيوتن. مسألة جميلة لأن ما فيهاش ولا رقم في المسألة. عايزه دقه في الحل. هنقرا المساله تاني نقرأ بسرعه المسألة كده تاني. عشان بس وانت تشرحها لهم بسرعه. بيقول لي هنا وضع جسم كتلته كاف كيلو جرام على عند قمه مستوى مائل طوله ف وينتهي بمستوى افقي، وكان المستوى المائل يميل على الافقي بزاويه قياسها 30 درجه. ترك الجسم لينزلق في اتجاه خط اكبر ميل، واستمر بعد ذلك في الحركه على المستوى الافقي، فسكن بعد ان قطع مسافه مساويه للمسافه التي قطعها على المستوى المائل. تمام. اوجد بالنيوتن. يبقى نخلي بالنا من التعبيرات المكتوبه في المساله. مقدار المقاومه لكل كيلو جرام يعني من مش عايز الكتله. ميم بس، عايز ميم على كام؟ بفرض ان مقدار مقاومه الطريقين واحده، وان مقدار سرعه الجسم لا تتغير بانتقاله من المستوى وان الافقي الى المسافه المستوى. ثابته. ماشي، مساله مهمه وادي الصوره تاني. لازم تعود نفسك ان احيانا بيجي لك المساله على مستويين، فتعامل الاول على المستوى المائل وبعدين اتعامل على المستوى الايه الافقي. نبدا نجيب معدل الحركه على مستوى مائل ونجيب العجله بتاعتها ونجيب السرعه بتاعتها. السرعه النهائيه اللي انا جبتها استخدمتها كسرعه ابتدائيه لما بدات تشتغل على المستوى الافقي. في المستوى الافقي ما عنديش اي قوه سوى المقاومه. وخلي بالك هو قال لي المقاومه ثابته في الاثنين، قال لي المسافه ثابته في الاثنين، السرعة هنا لا تتغير، هي نفس السرعة الابتدائية هنا. اتفضل يا أستاذ ماهر. نشوف سؤال تاني كده بيقول لي إيه. ثواني بس عشان أجيب لك ماشي المسألة. اتفضل. بيقول لي هنا وضع جسم كاف كيلو جرام على مستوى مائل يميل على الأفق بزاوية قياسها 30 درجة. وقد وجد أنه إذا أثرت عليه قوة مقدارها 8 سوق لكيلو جرام إلى أعلى المستوى. يعني صاعد وفي اتجاه خط أكبر ميل، فإنه يتحرك إلى أعلى المستوى بعجلة منتظمة مقدارها جيم متر على الثانية تربيع. جيم مجهولة. وأنه إذا أنقص مقدار القوة إلى النصف مع بقاء اتجاهها كما هو، فإن الجسم يتحرك في اتجاه خط أكبر ميل أسفل المستوى. أسفل المستوى بنفس مقدار العجلة السابقة. اوجد كلا من كاف وجيم، علما بان الجسم لقى مقاومه في الحالتين مقدارها 9.8 نيوتن. تمام. يعني المقاومه على هنا على المستوى الافقي وعلى المستوى المائل هي عباره عن ايه؟ 9.8 نيوتن. تمام. احنا هنرسم رسمه واحده لانه الجسم هيفضل زي ما هو بنفس اتجاهه. الجسم اهو واثرت عليه قوه هنا، القوه دي مره خلاها 8 فخلته صاعد. ولما نقصها بقى 4 مع بقاء القوة زي ما هي هبط الجسم الناحية التانية. طيب ادي القوة هنا، هنا الجسم هنا بيتحرك بوجود مقاومة عكس اتجاه الحركة وبوجود كاف د ج اللي هي مركبة الوزن. يبقى يجي نقول له اولا اذا كان صاعدا لاعلى، في الحالة دي هيبقى قاف ناقص ميم ناقص كاف دال جاه هتساوي كاف في جيم. نعرف ايه في الكلام ده؟ نعرف قاف 8 سوق لكيلو جرام، يبقى 8 في 9.8 من 10. نعرف كمان ميم بتساوي 9.8 من 10. كاف مجهوله بس نقول له الزاويه ب 30، يعني كاف اهي وادي 9.8 من 10 في نص بتساوي كاف في جيم. ناخد 9.8 من 10 8 8 في 9.8 من 10 شيل منها 9.8 من 10 هتبقى 7 في 9.8 من 10. وهنا 8 و9 من 10 في نص يعني 4.9 من 10 كاف بتساوي كاف في ج. ودي المعادله رقم 1. دي المعادله رقم كام؟ 1 اللي احنا خدناها. طيب لما نقلل القوه ديت هرسم رسمه ثانيه عشان تاخد بالك منها. لما نقلل القوه دي ونخليها 4 مش 8 الى النص الجسم هيهبط. هينزل يعني. يبقى ادي الرسمه اهي وادي القوه هنا، بس القوه هنا بقت 4 سوق لايه كيلو جرام، وهنا هيبقى المقاومه وهنا هيبقى كاف د ج والجسم ماشي كده. يبقى ساعتها لما نيجي نعمل المعادله هنقول له ايه؟ ميم زائد كاف د ج ناقص قاف ناقص قاف بتساوي كاف في ج. خلي بالك كاف هي كاف وجيم هي جيم في الحالتين. هو قال لي في راس المساله وهو قال ان العجله اللي طلع بنفس المستوى العجله. طيب ميم بكام؟ ب 8 ب 9.8 من 10 بالنيوتن. بالنيوتن طبعا. كاف زي ما هي 9.8 من 10 في نص ناقص 4 في 9.8 من 10. هو القوه قلت للنص فما بقتش 8 بقت 4 بتساوي كاف في جيم.
طيب ممكن نطرح دي من دي يا مستر، نقول له ايوه يبقى 4 و9 من 10 كاف ناقص 3 في 9 و8 من 10 بتساوي كاف في جيم، ودي المعادله رقم 2. بص للمعادله رقم 1 هتلاقيها الطرف الايمن اسمه كاف في جيم، بص للمعادله الثانيه هتلاقيها الطرف، هنقول له بقى من 1 و2 نساوي الايسر بالايسر، او لو كان الأيمن بالأيمن. الايمن بالايمن، يبقى هنساوي الاثنين ببعض، فهاجي اقول له ايه؟ يبقى 7 في 9 و8 من 10 ناقص 4 و9 من 10 كاف هتساوي 4 و9 من 10 كاف ناقص 3 في 9 و8 من 10. ونودي الكافات مع بعض ونودي الاعداد مع بعض، لو وديت ده هنا 4 و9 من 10 و4 و9 من 10 هتبقى 9 و8 من 10 كاف، ووديت ده هنا هيبقى 7 في 9 و8 من 10 زائد 3 في 9 و8 من 10. اقسم طرفي المعادلة على 9 و8 من اقسم 10 طرفي المعادلة على 9 و8 من 10 يبقى هتبقى كاف كاف بتساوي تساوي 10 7 زائد 3 هتطلع ب 10 كيلو جرام. جرام. بعد ما جبت الكاف ما اسكتش لانه عايز كاف وعايز جيم، اعوض في اي معادلة من اعوض في الاثنين. اي معادله اجيب الايه الجيم، تعال نعوض في المعادله رقم 1، هيبقى 7 في 9 و8 من 10 ناقص 4 و9 من 10 في 10 بتساوي 10 جيم، ساعتها جيم هتساوي 1.96 متر لكل ثانيه تربيع. يبقى احنا جبنا المساله وحليناها، عملنا معادلتين وعملنا رسمتين للمساله علشان نحلها. تحب تقولها تاني يا مستر؟ ماشي، نقولها بسرعة كده نقولها عشان بسرعة نخلي تاني. بالنا، وهركز على الحتة اللي فيها تحويلات. يبقى هنا وضع جسم كتلته كاف كيلو جرام على مستوى مائل يميل على الأفق بزاوية قياسها 30، وقد وجد أنه إذا أثرت عليه قوة مقدارها 8 سق لكيلو جرام إلى أعلى المستوى وفي اتجاه خط أكبر ميل فإنه يتحرك إلى أعلى المستوى بعجلة منتظمة، يبقى لما أثرت عليه القوة 8 سق لكيلو جرام اتحرك لأعلى. اما خفضنا القوه للنص بدا يتحرك لاسفل، يبقى مركبه الوزن هتبقى هنا ايه؟ طبعا ايه؟ طب وهنا في اتجاه خط مركبه الوزن اكبرين هيبقى فانه يتحرك الى اعلى مستوى بعجله منتظمه مقدارها ج متر على الثانيه تربيع، وانه اذا انقص مقدار القوه الى النصف مع بقاء اتجاهها نفس القوه اتجاهها لفوق كما هو فان الجسم يتحرك في اتجاه خط اكبر ميل اسفل المستوى بنفس مقدار العجله السابقه، اوجد كلا من كاف وجيم علما بان الجسم لاقى مقاومه في الحالتين مقدارها 9.8 من 10 نيوتن. تمام، يبقى حته مهمه جدا. احنا كده خلصنا الحركه على مستوى خشن، خدناها على مستوى افقي وخدناها على مستوى مائل، وانا هاخدها تاني لما نيجي ناخد البكرات، بس النهارده بناخد البكرات البسيطه، يعني اول نوع من البكرات. كان نفسنا ان احنا نبدا الحلقه كلها بدايه من البكرات، لكن كان في استكمال لحركه الجسم الخشن كملناها، والنهارده هناخد البكرات البسيطه، والحلقه الجايه ان شاء الله ان كان في عمر هنكمل بقيه الايه البكرات. الحركه على البكرات البسيطه يعني بكره ونزل منها كتلتين ومشدوده بحبل، والحبل ده الشد هنا والشد هنا لان البكره ملساء فيبقى الشد متساوي، خلي بالك لو البكره مش ملساء الشد مش هيبقى متساوي، الشد متساوي، الكتلتين مختلفتين في المقدار فكاف واحد اكبر من كاف اتنين، ساعتها هيبقى الحركه هتبقى في اتجاه الكبير اللي هو كاف واحد. لو ان الكتلتين متساويتين والجسم بيتحرك يبقى الجسم ده هيتحرك سرعه منتظمه. لو ان الكتله الصغيره هي اللي تتحرك يبقى الجسم ده بيتحرك بعجله تقصيريه، خلي بالك من الكلام اللي انا بقوله. الكتله الكبيره هي اللي المفروض تنزل. طب انا رحت ماسك الكتله الصغيره دي ورحت منزلها انا كده، انا اللي منزلها بسرعه ابتدائيه معينه، ساعتها هترجع تاني. وبالشكل ده يبقى بتتحرك بعجله تقصيريه، لكن الطبيعي ان الجسم الكبير هو اللي بينزل وبندرس حركته. بندرس حركته بنسميها دراسه حركه مجموعه. يعني ايه دراسه حركه مجموعه؟ يعني الشد هنا هو الشد هنا، العجلة هنا هي العجلة هنا، السرعة هنا هي السرعة هنا. أما في حالة لما يتقطع الخيط يبقى لما نيجي ندرس سرعة جسم فيهم كل واحد بندرس سرعته لوحده، لكن حركة المجموعة وسرعة المجموعة والشد في المجموعة واحد. لو بندرس والشد والحبل زي ما هو مش مقطوع ولا حاجة، يبقى تعالى معايا كده بقى بنقول له لو إنه كاف واحد أكبر من كاف اتنين هيبقى اتجاه الحركة في اتجاه كاف واحد. احنا درسنا وقلنا لك انه في ثلاث حالات، يا اما كاف واحد اكبر من كاف اتنين والحركه بتصير في اتجاه كاف واحد تبقى العجله دي موجبه مش تقصيريه، يا اما كاف واحد بتساوي كاف اتنين والجسم بيتحرك يبقى بيتحرك بسرعه منتظمه، يا اما كاف واحد اصغر من كاف اتنين والجسم بيتحرك اللي هو كاف واحد يبقى اكيد بتتحرك بعجله تقصيريه ويجب ان تعود تاني الى ما كانت عليه. تعال بقى ندرس حركه الجسم ده، الجسم ده نازل
وبالتالي هنقول له معادلة الحركة كاف واحد في دال ناقص شين بتساوي كاف واحد جيم. يبقى أول معادلة اهي، ده نازل، فعلشان هو نازل يبقى القوة في اتجاه الحركة اللي هي كاف واحد دال ناقص القوة في عكس اتجاه الحركة اللي هو الشين بتساوي كاف واحد فين؟ في جيم. طب ما تيجي ندرس الجسم ده، الجسم ده لما يبقى نازل الجسم ده هيبقى صاعد، طب فين القوة اللي في اتجاهه؟ شين، يبقى شين ناقص كاف اتنين في دال بتساوي كاف اتنين جيم. هنلاقي نفسنا احنا بنحل معادلتين الشين منهم طايره، لان مره الشين بالسالب ومره الشين بالموجب بتروح، واجمع الاثنين دول مع بعض هيبقى كاف واحد ناقص كاف اتنين في دال، واجمع دول هيبقى كاف واحد زائد كاف اتنين في جيم. انت دايما بتطلب العجله، اقول له العجله بتساوي كاف واحد ناقص كاف اتنين في دال على كاف واحد زائد كاف اتنين. في ناس بتستخدم قانون العجله على طول، هو الفرق بين الكتلتين في دال على مجموع الكتلتين، لكن احنا بنحاول نحل لك المعادلتين سوا مع بعض علشان باستمرار بتجيب العجله عن طريق الجبريا يعني. بعد كده ممكن يطلب مني الضغط على البقره، الضغط على البقره دول قوتين متوازيتين، الضغط بيبقى في المنتصف لانه هو هنا كده زي القوه المتوازيه وفي المنتصف، فعلشان هو في المنتصف الضغط بيساوي 2 ايه شين. انت عارف طبعا ان المحصله تتناسب بمقدار القوه، فهو هنا القوه بتساوي 2 شين. احيانا لما يبقى في جسم بينزل وجسم تاني بيطلع بنجيب حاجة اسمها المسافة الرأسية. ايه المسافة الرأسية دي؟ المسافة الرأسية بتساوي 2 ف. طب ايه ف دي؟ نقول له ف دي المسافة اللي نزلها واحد منهم، انا بالكتلة دي نزلت مسافة ف. طب ما التاني وانت بتنزل كده هو بيطلع برضه نفس المسافة ف برضه، يبقى هو نزل هنا ف وانا طلعت ف، يبقى المسافة الرأسية اللي بيني وبينك 2 ف. هي دي تقريبا كل القوانين اللي عليك في البقرات البسيطة، ازاي تعرف تجيب المجموعة عجلة المجموعة، ازاي تعرف تجيب الضغط على البقرة اللي هو بيساوي 2 شين، ازاي تعرف تجيب المسافة الرأسية اللي هي تساوي 2 ف. لكن في بعض الملاحظات اللي احنا نحب نسجلها مع بعض، اول حاجة لابد قبل ما اشتغل احدد اتجاه الحركة، اشوف مين الكبير، الكتلة مين الكبيرة، وحدد كمان اتجاه العجلة لكل ايه كتلة، مين اللي طالع مين اللي نازل، علشان اعرف اظبط المعادلة. تاني حاجة الكتل تتحرك معا بعجلة ثابتة، اللي هي قلت لك عجلة المجموعة وسرعة المجموعة والشد في المجموعة كلهم متساويين، العجلة هنا هي نفس العجلة هنا، السرعة هنا هي نفس السرعة هنا، الشد هنا هو نفس الشد هنا، علشان كده بنقول دي حركة مجموعة، يعني مش بجيب عجلة لدي وبجيب عجلة لدي إلا في حالة قطع الخيط أو ارتخاء الخيط أو تغيير كتلة، يعني أحط كتلة زيادة أو أشيل كتلة منهم، ساعتها بنعيد تاني عملية المعادلة عشان أجيب عجلة إيه جديدة. يبقى خلي بالك برضو الشد في الخيط بيبقى متساوي لأنه البقرة ملساء. انا هجيب لك مسألة البقرة فيها خشنة ولذلك الشد هيبقى مش ايه متساوي. برضو حتة مهمة بقى دي اللي مهمة لان بنحل بيها معظم المسائل، بيقول لي اذا تم قطع الخيط او ارتخاء الخيط او تغيير الكتل او حصل عائق لكتلة، يعني كتلة نازلة كده في حد عاقها من النزول، يحصل ايه؟ يجب الاول حساب السرعة النهائية عند هذه اللحظة، لأنها هتبقى سرعة ابتدائية للحادثة الحالة الثانية، لأن أنا هصبح عندي حالتين، حالة قبل القطع وحالة بعد القطع. قبل ما ينقطع الخيط أجيب السرعة، ويا ريت كمان أجيب المسافة لأنه أحيانا بيطلب المسافة ما بين الكتلتين، أجيب السرعة قبل القطع، أجيب المسافة قبل القطع. بعد كده لو إنه حصل قطع مش هعمل معادلة كل واحد هينزل سقوط حر وهعمل ايه السرعة بتاعته والمسافة بتاعته، لكن لو انه كتلتين واحدة منهم بس اللي اتقطعت اعمل معادلة جديدة بعجلة جديدة علشان ادرس الحركة من تاني. يبقى لابد ان انت تاخد بالك من الحالة ديت، لان هي دي جميع المسائل هتلاقي فيها قطع في الخيط او ارتخاء في الخيط او تغيير في الكتل، يعني كان عندي كتلتين اتقطعت واحدة منهم فبقت عندي كتلة هنا وكتلة هنا، تغيير الكتل بيخليني اعمل معادلة جديدة، بيخليني قبل ما اشتغل قبل ما يحصل القطع اجيب السرعه النهائيه اللي هتبقى سرعه ابتدائيه في الحاله الجديده. اخر حته بقى ايه خد بالك منها، ايه احيانا بيحط لي كفه وبيحط لي فيها كتله، اثناء حساب الكفه اثناء حساب الكتله بحسب اجمع الكتله دي مع الكتله دي وتبقى كتله واحده.
لكن اثناء حساب الضغط على الكتله دي يبقى باجي بحسب حساب الكتله دي بس بعمل من غير وزن الكف. الكفة. اهمل وزن الكف، لكن لما يديني كفه وكتله بجمع الكتلتين الكفه والكتله ساعه لما بشتغل، لكن لما بيجي يقول لي انا عايز الضغط على الكتله دي بهمل وزن الكفه واشتغل على الكتله دي. هنا بقى نبدا ناخد المسائل مع بعضينا نشوف بقى. مسألة كده بسرعة. عملاقة كتلتان كف واحد وكف اتنين وزنهم بالجرام طبعا، بشرط ان كف واحد اكبر من كف اتنين، تمام. من طرفي خيط خفيف يمر على بكرة صغيرة ملساء. اذا كانت المجموعة تتحرك رأسيا بعجلة 196 سنتيمتر على الثانية تربيع، اوجد النسبة بين كف واحد الى كف اتنين. يبقى واضح ان كتلتين كف واحد وكف اتنين، لكن مديني كف واحد اكبر من كف اتنين، يبقى الحركة في اتجاه كف يبقى واحد. الحركة في اتجاه كف واحد وهبوطا، والشدين عند محور البكرة متساويين. والشدين متساويين، وده هيطلع هيصعد وده هيهبط. يلا بقى ندرس الكلام دوت. يبقى نيجي نقول له ايه؟ اول حاجة ندرس معادلة الجسم الاول اللي هو كف واحد، فهاجي اقول له ايه؟ الحركة في اتجاه ده هيبقى كاف واحد دال ناقص شين هيساوي كاف واحد في جيم. طب ندرس حركة ده صاعد، طب القوة فين؟ نقول له ده الشد، يبقى الشين ناقص كاف اتنين دال، الوزن هنا كاف اتنين دال بيساوي كاف اتنين في جيم. دي معادلة رقم واحد ودي المعادلة رقم اتنين، وهقول له بالجمع هجمع هلاقي الشين دي راحت مع الشين دي، ولما اجمع هيبقى كاف واحد ناقص كاف اتنين في في دال. دال هتساوي كاف واحد زائد كاف اتنين في جيم. دال دي يعني 980، يبقى اجي اقول له كاف واحد بيبقى ناقص كاف هنشتغل اتنين بالداين بقى. ب 980 لانها جرام، بتساوي كاف واحد زائد كاف اتنين في 196. ماشي، بالقسمة على 196 في يبقى هنا الطرفين، خمسة يبقى خمسة. هنا خمسة وهنا واحد، وادخل الخمسة جوه هنا هيبقى خمسة كاف واحد ناقص خمسة كاف اتنين هتساوي كاف واحد زائد كاف اتنين. كويس، يبقى هنا يبقى نودي الكافات مع بعض ونودي الكاف التانية مع بعض، هيبقى دي لو راحت هنا هتنطرح 4 كف يبقى 1 أربعة كاف واحد، ودي لو جت بتساوي هنا 6 كف هتنجمع 2. يبقى ستة كاف اتنين، هيبقى كاف واحد على كاف اتنين بتساوي ستة على أربعة، يعني 3 إلى 2. يعني بتساوي تلاتة إلى اتنين. مسألة بسيطة جدا بس مسألة بتعودك ازاي مهمة تعرف جدا، تعمل المعادلة وازاي تعرف وارسم تعمل احط بياناتي على المسألة عشان ولازم اقدر تحط احل بياناتي على اشوف مين المسألة. الجسم النازل اللي كف واحد اكبر من كف اتنين. تمام، طب لازم احدد اتجاه الحركة ولازم عشان احدد مين اقدر اللي نازل ومين اللي من طالع. الطالع مهم جدا تمام الرسم. تمام اعزائي ايه الطلبة، هناخد فاصل قصير ونرجع نستكمل مع الاستاذ خالد مجموعة اخرى من المسائل، والى اللقاء بعد الفاصل. الصف الثالث ثانوي، اهلا بكم مره اخرى في برنامجكم مدرسه على الهواء. احنا دلوقتي هنستكمل الحركه على البكرات. فلما شفنا المساله اللي فاتت قبل الفاصل كانت مديني كتلتين كف واحد وكف اتنين، ومديني ان كف واحد اكبر من كف اتنين، فببدا اعمل الحركه في اتجاه كف واحد. ما دام كف واحد اكبر من كف اتنين كنت بقول ايه؟ محصله القوه المؤثره على الجسم بتتناسب مع معدل التغير في كميه الحركه. ايه محصله القوه المؤثره على الجسم؟ الكتله كف واحد هنا كاف واحد وزنها كاف واحد دال، يبقى محصلة القوة يبقى كاف واحد دال ناقص شين بيساوي كاف واحد جيم. دي المعادلة كانت الأولى، لكن الكتلة كاف اتنين كانت أصغر من كاف واحد، يبقى إذا كاف واحد هتنزل يبقى كاف اتنين هتطلع. طب أدرس الحركة التانية، مين الأكبر؟ الشد، يبقى شين ناقص كاف اتنين دال بتساوي كاف اتنين جيم. محصلة القوة المؤثرة على الجسم بتتناسب مع معدل التغير في كمية الحركة، معدل التغير في كمية الحركة اللي هو في كاف جيم. استاذ خالد قال لك نجمع المعدتين مع بعض، هنطير الشين مع الشين وبعد كده بنطلع العجله. وطبعا انا بفضل في الامتحان انك انت بتكتب المعادلات وما تحفظش قانون. ليه؟ عشان لو في اي تغيير في المساله لو انت حافظ هتحط العجله بدلالتها هتضيع منك المساله. هنشوف فكره المساله دي مع استاذ خالد، مساله جديده وفكره بسيطه، ونشوف مع بعض السؤال هنقراه مع بعض. بيقول لي ربطت كتلتان 100 جرام و75 جرام في نهايتي خيط يمر فوق بكره صغيره ملساء مثبتة، وحفظت المجموعة في حالة اتزان وجزء الخيط رأسيين والكتلتان في مستوى أفقي واحد. نقطة مهمة جدا، يعني الاتنين على خط واحد. تركت المجموعة لتتحرك من السكون، أوجد مقدار العجلة وسرعة كل من الكتلين بعد 3 ثواني من بدء الحركة، ثم أوجد مقدار الضغط على البكرة. مسألة شاملة كل الأفكار اللي احنا عايزينها، ونشوف مع أستاذ خالد هيعرض الأفكار احنا بس ازاي. عايزين نوجه الطلبة هنا انه لما يجي يقول لي انا عايز سرعة كل من الكتلتين وهي لسه ما حصلش قطع، يبقى هي سرعة واحدة اللي سرعة نجيبها. واحدة اللي هي سرعة اتحرك بيها كف واحد، هي السرعة اللي بيتحرك بيها كف واحد، هي السرعة الكتلة اللي احنا بنقول عليها سرعة المجموعة وعجلة المجموعة. بالظبط. نبدأ بقى ناخد معادلة واحدة
لو المعادله ديت ال 100 اكبر من ال 75 فيبقى هو ده اللي هابط، فبقول له 100 د ناقص الشين الشين القوه في اتجاه الحركه ناقص القوه في عكس اتجاه الحركه بيساوي كاف اللي مية هي جيم اللي هي 100 في ج. دي المعادله رقم كام؟ واحد. واحد. المعادلة الثانية العكس، المعادله الثانيه هنقول له ايه؟ ده شين هيطلع فوق، يبقى ش ناقص ناقص 70 75 د 75 هيساوي 75 ج، ودي المعادله رقم 2. بالجمع. بالجمع الشين هتروح مع الشين، 100 د من 75 د بيبقى 25 د، 100 زائد 75 ب 175 ج. نيجي بعد كده نقول له يبقى اذا ج يبقى هنا القوة بالايه؟ هتبقى بالايه؟ بالضاين. بالضاين 25 في 980 على 175 يبقى العجلة بتطلع 140 سنتي متر هتطلع على الثانية بالجنب. ب 140 سنتيمتر لكل ثانية تربيع. طالب مني كمان ايه؟ طالب مني الضغط على أول حاجة مقدار السرعة بقى عايز اللي السرعة. بتكتبها في يبقى 3 ثواني. عين هتساوي عين صفر زائد ج نون. بدأ من سكون يبقى عين هتساوي صفر زائد 140 في 3 ثواني يبقى هتساوي 500 420 420 سم سنتي على الثانية. لكل ثانية. دي سرعة الايه؟ المجموعة، سرعة الكتلة الأولى وفي نفس الوقت سرعة الكتلة الايه؟ الثانية. عايزين نجيب بقى الضغط، يبقى احنا قلت الضغط هنا على محور البكرة بيساوي 2 شين، 2 يبقى شين. ضروري اعوض عن جيم في اي معادلة من المعادلتين اطلع الشد تمام. وبعدين اضربه في 2 بيديني الضغط على محور يبقى البكرة. نقول له الاول نجيب الشين من اي معادله من المعادلتين. انا عندي معادله رقم 2 شين ناقص 75 د بتساوي 75 ج، دي المعادله رقم 2. اودي دي الناحيه الثانيه يبقى الشين هتساوي 75 عامل مشترك د زائد ج، يبقى الشين هتساوي 75 في 980 زائد 140 ده ممكن الشين. طب نضرب في 2 بقى، يبقى الضغط هيساوي 2 في 75 في 980 زائد 140 وهقسمهم كمان على 9 عشان اطلعها بثقل الجرام، عشان اطلعها بالثقل جرام هتطلع هتطلع 171 و3 171 اسباع و3 اسباع ثقل كيلو ثقل جرام، ثقل جرام. لان كانت دي يبقى احنا بالضاين. كده جبنا العجله، جبنا السرعه، جبنا الشد عشان علشان نجيب نجيب الضغط منه على الضغط محور على البكره. الايه؟ البكره. يبقى مساله برضو فكرتها حلوه تمام. وجميله. نشوف نشوف سؤال مساله ثاني كمان. كده. بيقول يمر خيط خفيف ثابت الطول على بكرة صغيرة ملساء ومعلق بإحدى طرفيه كتلة مقدارها 4 كيلو جرام وبالطرف الآخر كتلة مقدارها 3 كيلو جرام، وكانت الكتلتان في مستوى أفقي واحد، ثم تحركت المجموعة من سكون. هنا طلب مني مقدار الضغط على محور البكرة، المسافة الرأسية بعد مضي 3 ثواني من بدء الحركة، يعني هي 2 ف، هجيب مسافة واضربها في 2، الزمن الذي يمضي حتى تكون المسافة الرأسية بين الكتلتين 12 و6 من 10 متر، يعني أي كتلة تتحرك منهم هنا 6 و3 من 10 سنتيمتر. لأن الاثنين المسافة 2 من المسافة 10، بينهم لو دي طلعت 6 و3 من 10 دي هتنزل تمام. 6 و3 من 10. الملاحظ هنا ما طلبش العجلة، بس أنا كده كده بجيب ضروري إيه؟ اجيب العجلة. العجلة يبقى هو ما طلبش العجلة، المطالب اللي عندي عايز الضغط على البكرة يبقى ضروري هجيب الشد، عايز المسافة الرأسية برضو ضروري هجيب العجلة، لأنه من خلال العجلة أقدر أجيب المسافة الرأسية اللي هو بيقول عليها. نشوف الكلام ده بقى. فبنعمل البكرة أهي وبنرسم الخيط. انا بكبر البكره عشان تبقى انت شايف المساله، لكن هو بيقول لي بكره صغيره باستمرار. ده 4 د 4 كيلو جرام، وده 3 د، واضح ان 4 اكبر من الثلاثه. هنا في شد شين، هنا وهنا في شين، الهبوط كده الصعود كده. نعمل بقى معادلات الحركه، معادلات الحركه للمجموعه. يبقى 4 د القوه هنا ناقص شين بتساوي 4 ج، وهنا في الحركة اللي هنا شين ناقص 3 د بتساوي 3 ج، ودي المعادلة رقم واحد خطوات ودي ثابتة المعادلة رقم اتنين، خطوات ثابتة باستمرار. يبقى بالجمع ده هيروح، و4 د من 3 د يبقى د بتساوي 7 ج، اذا ج هتساوي 980 على السبعة 140 هتطلع سنتيمتر على الثانية 140 تربيع متر سنتيمتر، لان اخدنا د ب 980. لا اسف، تبقى خلاص 9.8 هي من عشرة. ونحولها برضه لو مشي اصله بالكيلو جرام. خلاص يبقى ايه؟ يبقى 1.4 من 10 1.4 من 10 متر 1.4 من 10 متر لكل ثانية تربيع. تربيع تمام كده؟
عايزين بقى مقدار الضغط على البكرة يبقى يبقى لابد إذن ان انا اجيب ضروري أجيب الشد. الشد. يبقى الشين هتساوي اودي الثلاثه الناحيه الثانيه بالتعويض في المعادله رقم 2. بص للمعادله اهي، بعوض في المعادله رقم 2 ليه؟ لان عشان الشين الشين هنا موجبة. موجبه، فبودي الدال الناحيه الثانيه واقول له 3 افتح قوس دال زائد جيم، واعوض كمان بالمره 3 اهي، دال ب 9 و8 من 10، جيم ب 1 و4 من أربعة من 10، عشرة. ونضربهم في بعض، ونضرب كمان الضغط بيساوي 2 في 3 في 9 و8 من 10 زائد 1 و4 من 10. يعني انا جبت لك الشد اهو ضربته في 2، ولو قسمناه حتى مش لازم نقسمه هيطلع طلعها بالنيوتن. 67 تلاتة و2، وتلاتين وستة من ده عشرة الشد. نيوتن. لما الضغط هنضربه دي هتطلع ب 33 و6 من 10، ولما نضربها في 2 تطلع ب 67 و2 من واتنين 10 من عشرة نيوتن. نيوتن. تمام كده. يبقى جبنا كده مقدار الضغط جبنا على اول البكرة. مطلوب. طيب عايزين المسافة الرأسية، اجيب المسافة لجسم واحد منهم واضربه فين؟ في في 2. اتنين. طيب انا متر عندي على العجلة الثانية. بتساوي 1.4 متر على الثانية تربيع. متر على الثانية تربيع، عندي بدأ من سكون يعني عين صفر بكام؟ بصفر. تمام، يبقى هنيجي نقول له عين احنا عندنا دلوقتي ف بتساوي عندنا عين الزمن صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. عندنا الزمن بكام؟ ب2. بثلاث ثواني. باتنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. باتنين يا مستر، لانه خليها اثنين مش مشكلة. باتنين. يبقى نقول له يبقى فيه هتساوي ده بصفر، يبقى نص في 1.4 في 4، اوكي. يبقى هيطلع الناتج 2.8 10 اللي هي دي المسافة اللي متر. نزلها واحد دي يبقى. المسافة الأولانية اللي نزلها واحد منهم، يبقى التاني يطلع اتنين والتاني وثمانية من هيطلع، عشرة. يبقى نقول له المسافة الرأسية هتساوي 2 في 2.8 هتطلع 5.6 متر. بس دي المسافة الرأسية. الرأسية طب هو بيقول لي ان المسافة الرأسية ممكن تبقى 12.6. بين الجسمين يبقى يبقى واضح نيجي نقول الجسم له الواحد. المسافة الرأسية عبارة عن 12.6، يبقى انا اقدر اقول له يبقى اذا فيه هقسم على الاثنين. بص كده معايا، يبقى 12.6 اقسمها على الاثنين، يبقى فيها هتساوي 6.3 اللي هينزلها واحد منهم. يبقى الواحد اللي هينزله هيبقى 6.3، والتاني هيطلع 6.3 ايه من 10. يبقى هنيجي نقول له ايه؟ يبقى فيه هتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع، وطبعا المعادله من سكون يبقى ده صفر، وهكتب هنا المسافه اللي قال لي عليها 6.3 هتساوي نص في 1.4 نون تربيع على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها 7، وبالقسم على 7، يبقى نون تربيع بتساوي 6.3 على 7، هتطلع فيها 9. نون تربيع بتساوي 9، اذا نون هتساوي ثلاث 3 ثواني. ثانيه او 3 ثواني. يبقى احنا كده قدرنا نجيب الثلاث مطالب. يا ريت نقراها تاني يا مستر. يبقى هنا كان مديني في المسألة بيقول لي يمر خيط خفيف ثابت الطول على بكرة صغيرة ملساء ومعلق بأحد الطرفي كتلة مقدارها 4 كيلو جرام وبالطرف الآخر كتلة مقدارها 3 كيلو جرام وكانت الكتلتان في مستوى أفق واحد ثم تحركت المجموعة من السكون. عايزين مقدار الضغط على البكرة. وجبنا أول حاجة العجلة وبعدين جبنا الشد وبعدين ضربنا الشد في اتنين فجبنا الضغط على محور البكرة بالنيوتن. وبعدين طلب المسافة الرأسية. واضح إن الجسم بدأ من السكون يبقى ممكن أجيب المسافة اللي قطعها في خلال 2 ثانية وضربتها في اتنين لأن طب لو دي طلعت هنا مسافة كانت خمسة يعني 2.8 من 10 2.8 من المسافه، عشرة ضربناها يبقى في 2 التانية طلعت نزلت 5.8 اتنين. و5.6 من 10. عكس بقى المسألة اداني المسافة الرأسية يبقى أنا دلوقتي لو ده اتحرك مثلا فيه يبقى التاني اتحرك فيه يبقى المسافة اللي عندي كانت اللي بينهم الجسم هيتحركها اقسمها 12 على وستة 2. من عشرة بقسمها على اتنين وعندي السرعة الابتدائية اللي هي بدأ من السكون وعندي العجلة ممكن أجيب اجيب الزمن. تمام الزمن. ماشي نشوف سؤال تاني كده. نشوف سؤال كمان. السؤال التاني بيقول لي ايه؟ ربطت كتلتان ربطت كتلتان 3 كاف وكاف جرام في نهايتي خيط خفيف يمر على بكرة ملساء وحفظت المجموعة في حالة اتزان وجزء الخيط رأسيان فإذا تركت المجموعة تتحرك من السكون عندما كانت المسافة الرأسية بين الكتلتين 160 سنتيمتر يبقى كل جسم اتحرك 80 سنتي تمام والكتلة كاف أسفل الكتلة 3 كاف اوجد يعني مش الزمن. في مستوى افقي واحد، يعني عندي كتله كاف هنا كده والكتله التانيه هنا بالمنظر ده كده، لانه والكتله كاف اسفل الكتله 3 كاف اوجد الزمن الذي
تصبح فيه الكتلتان في مستوى أفقي واحد. تمام، يبقى معنى كده انه احيانا بيقول لي بيتدليان راسيا وكان الكتلتان في مستوى افق واحد، بحط الكتله دي جنب الكتله دي، لكن هو هنا شرط ان الكتله كاف تبقى اسفل الكتله 3 كاف. يبقى 3 كيف هتسحب كاف وتبدأ تتحرك هتسحبها. بقى. طيب هتتحرك قد ايه بقى؟ هتتحرك 80 سنتي، لان احنا لان هي المسافه المسافة الراسيه بينهم 160، 160 ومن سكون، يبقى هو عايز هنا الايه الزمن، مش كده؟ يبقى الاول، العجلة. نبدا نجيب المعادلات ونبدا برضو نجيب العجله، ندرس ال نجيب العجله الاول. هنقول له بما ان المسافه الراسيه بتساوي 160، اذا فيها هتساوي 160 على الاثنين، فيها الكام؟ فيها 80 80 سنتيمتر. سنتي. انا عندي معادله بتقول ندرس الكتلة بقى، يبقى 3 كاف يبقى 3 كاف ناقص 3 كاف دال في دال. طبعا ناقص شين هتساوي كاف 3 كاف جيم، 3 كاف في جيم، وهنا هيبقى شين جيم ناقص كاف دال بتساوي كاف كاف جيم. دال هيساوي كاف في جيم. دي المعادلة رقم واحد، ودي المعادلة رقم بالجمع اتنين. طبعا بالجمع هطير الشين مع الشين، هنا يبقى 2 كاف دال، هنا هيبقى 4 كاف في جيم. الكاف مع الكاف، الكاف راحت مع الكاف، وهقول له يبقى اذا الجيم هتساوي 2 في 980 على 4، لان الكتله بالجرام، لان الكتله بالجرام، على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الاثنين، هتطلع 2.45 من 100 ب 9.8 من 10 على، احنا قسمنا على 2 احنا قسمنا 4.9 من 10 4 490 سنتيمتر لكل ثانيه ده ايه بنحول تربيع. بالايه بال تمام ماشي. بعد كده هنقول له المسافه الراسيه احنا جبناها في الاول، قلنا 80 المسافه سنتيمتر. الراسيه 80، يبقى هاجي اقول له يبقى ف هتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. عين صفر بصفر، يبقى هاجي اقول له هنا 80 هتساوي نص في 490، ايوه صح، نون تربيع في نون تربيع، بالضرب في 2 يبقى 160 بتساوي 490 نون تربيع. بجيب الجذر التربيع للطرفين، يبقى هنقول له يبقى 4. نون تربيع بتساوي 160 على 490، الصفر راح مع الصفر، واجيب الجذر التربيع زي ما الاستاذ تسلاح. ماهر قال هتطلع 4 على كام؟ على 7 7 على 7 ثانيه. طبعا هو كان طلب الزمن الذي تصنعه فيه. المساله هنا تاني، ربطت كتلتان 3 كاف وكاف جرام في نهايتي خيط خفيف يمر على بقرة ملساء، حفظت المجموعة في حالة اتزان وجزء الخيط رأسيان، فإذا تركت المجموعة تتحرك من سكون عندما كان المسافة الرأسية بين الكتلتين 160 سنتي، والكتلة كاف أسفل، دي المهمة جدا دي، والكتلة كاف أسفل الكتلة 3 كاف، أوجد الزمن الذي منا تصبح فيه الكتلتان في مستوى أفقي واحد. ماشي. ألو منا. ألو. السلام عليكم. سلام عليكم منا، أخبارك إيه منا؟ كويس الحمد لله. عندك سؤال ولا حاجة؟ عندي سؤال. في الديناميكا ولا في إيه؟ الديناميكا. طب اتفضلي يا منا، قولي بسرعة كده. جسم موضوع عند أعلى. جسم موضوع عند أعلى نقطة، عند أعلى نقطة من منحدر ارتفاعه 125 سنتيمتر، ارتفاعه 125 سنتيمتر، ويميل على الأفق بزاوية قياسها 30 درجة تحرك الجسم في اتجاه خط أكبر ميل في المستوى لأسفل، في المستوى لأسفل، ضد مقاومة ثابتة تقدر بربع وزنه. احسب سرعة وصول الجسم إلى أسفل نقطة للمستوى مائل. أسفل نقطة للمستوى المائل ما هي السرعة التي يقذف بها الجسم؟ ده حتة تانية بقى، ما هي السرعة التي يقذف بها الجسم من أسفل نقطة في اتجاه المضاد
حتى يصل حتى يصل إلى بالكاد. أعلى المستوى. حتى يصل بالكاد إلى قمته. حتى يصل بالكاد إلى قمة المستوى. فيك تعرف ما هي السرعة دي؟ مفيش مائل يعني. إيه؟ أنا هحلها لك وأوريها لك دلوقتي. خلاص حاجة ماشي. تانية منا؟ حاجة تانية؟ لا شكرا. تمام. منا. تابعينا يا منا. خلاص ماشي. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. احنا حلينا حاجة زي كده يا احنا حلينا حاجة زي كده بس هنحلها تاني. هي الجمال في المسألة انه مديني الارتفاع بس ب 125، بس مديني ومديني الزاوية زاوية ميل 30، المستوى على الأفق ب 30. يبقى اقدر اجيب المستوى ده، الضلع واعرف زاوية المقابل، ال الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص الوتر. ده 100. بالنسبة لنا وتر، هيبقى ده طوله 250. الجسم هنا موضوع اعلى نقطة، موضوع اعلى نقطة هنا على منحدر، ارتفاعه كذا، يميل على الافق بزاوية كذا. طبعا في مركبة وزن هنا كاف دال جاه، في هنا طبعا مقاومة بتساوي ربع وزنه، يعني ربع كاف دال. ضد مقاومة ثابتة تقدر بربع وزنه. احسب سرعة وصول الجسم. الاول نجيب معادلة الجسم، ندرس الحركة. ندرس الحركة. يبقى نقول له اولا معادلة الجسم، اللي هي الجسم نازل، فهيبقى ك د ج القوه في اتجاه الحركه ناقص ناقص ربع ك ربع د ك د بتساوي ك في ج. نقسم طرفي المعادله على نقسم ك، طرفي المعادله على ك، ونقول له وناخد د د بنص ج ب 30، يبقى نص د، يبقى 9.8 من عشرة في نص ناقص ربع بتساوي ج. ماشي. نص ناقص ربع يعني ربع. يبقى اذا ج بتساوي، يبقى ج هتساوي 9.8 من 5 عشرة على 4 هتساوي 2.45 متر على ثانية تربيع. دي اهم حاجة في المسألة. جبنا العجلة، نقدر نجيب السرعة اللي هو طلبها. احنا عندنا طول المنحدر، طيب عندنا طول المنحدر 250، طول المنحدر بيساوي 250، عندي السرعة من سكون بصفر، وعندي العجلة بتساوي، عندي العجلة بتساوي 2.45، عايز السرعة. يبقى هنيجي نقول له عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 جيم ف. يبقى عين تربيع اللي احنا عايزين نجيبها بتساوي صفر زائد 2 في 2.45 في 250. يبقى 500 في 245، يبقى هنقولها اهو 500 يعني في 5 في 2 علامة 5 4، يبقى هتساوي كده، وناخد الجذر هتطلع 35. يبقى عين هتساوي 35 متر لكل ثانية، ده وهي نازلة على القمة. الراجل بيقول او الاستاذة تانية بتطلب مننا ايه بقى، انه لو حصل ان المنحنى تاني اهو، المنحنى بالمنظر هي السرعة التي يخزف بها الجسم في، اللي هي تعتبر بقى السرعة الابتدائية. احنا قلنا الكلام ده، الجسم هيخزف كده، لكن بتحرك بتقصير، العجلة تقصيرية، العجلة هنا هتبقى تقصيرية. احنا طلعنا العجلة واكيد الجسم هو هو والمستوى هو هو، فيبقى المقاومة ثابتة زي في الحديد. بالظبط كده. لما يطلع كده هيبقى انا عندي المركبتين اللي عندي ميم وعندي كاف دال جاهي. ميم اللي احنا قلنا عليها ربع كاف، كاف دال، كاف دال. يبقى نعمل معادلة الحركة هنا، يبقى هنقول له سالب، سالب ربع كاف دال سالب كاف دال جاهي هيساوي كاف في جيم، جيم شرطة، جيم شرطة. تمام. وهشطب الكافات مع بعض، وهنقول له هاخد 9.8 من عشرة هيبقى، وسالب هيبقى ربع زائد نص، خدنا ناقص مشترك، خدنا ناقص مشترك، هتساوي جيم شرط. يبقى تلات ارباع. يبقى جيم شرط هتساوي تلات ارباع في 9.8 من عشرة بس بالسالب، بالسالب متر على ثانية تربيع، متر على ثانية تربيع. خليها زي ما هي، 0.75 في 9.8 من عشرة يعني 2 في 45 و3، يبقى عندنا هتطلع 7.35 بس بالسالب، متر على الثانية تربيع، متر على الثانية تربيع. طيب وهو طالع لغاية أقصى المنحدر، يبقى عين النهائية بكام؟ بصفر. المسافة بتاعت المنحدر نفسه، يبقى طول المنحدر طول هيساوي 250، عين النهائية بصفر، عين الابتدائية اللي هو طالبها بقى اللي هو يقذف بيها دي المطلوبة. العجلة احنا جبناها 7.35 بس بالسالب. نعمل بقى، يبقى نقول له عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. عين هنا بصفر، العين صفر دي مطلوبة، ناقص 2 في 7.35 في 250.
يبقى عين صفر تربيع هتساوي 2 في 7 35 في 250، يعني برضو في 500، 500. يعني هنا يعني برضو 500 في 7 علامة 35، واخد الجذر بتاعها فهتطلع عين الابتدائية 35 جذر 3 متر على الثانية، يبقى يبقى كده السرعة التي يقذف بها عبارة عن يبقى كده 35 جذر 3. يبقى طبعا منا السؤال بتاعك حليناه اهو في منتهى البساطة، وسؤال سهل وظريف، ونستكمل مع بعض باقي نرجع بقى نحل الأفكار. احنا بقى مسائلنا. ماشي، هنشوف مسألة كده. بيقول لي يمر خيط خفيف ثابت الطول على بكرة صغيرة ملساء مثبتة هنا، ويحمل من طرفي كتلتين، واحدة 20 واحدة 12، يعني ايوه كتلتين واحدة 20 كيلو 20 جرام والتانية 12 جرام، تتدليان رأسيا. اوجد عجلة حركة المجموعة والشد في الخيط، وإذا كانت المجموعة قد بدأت حركتها من السكون وقطع الخيط بعد مرور ثانيتين من من لحظة لحظة بدء بدء الحركة. الحركة، عين أقصى ارتفاع تصل إليه الكتلة 12 جرام عن موضعها الأصلي عند بدء الحركة. تمام. يبقى دلوقتي بدرس حركة عادية، كتل جسم وزنه 20 وجسم وزنه 12، يبقى بدرس حركة عادية سكون جدا، عشان كتلتين أطلع عادية، عجلة بس المجموعة. هي الجديد في المسألة دي انه اول مرة يبدأ يجيب لنا بقى سيرة قطع قطع الخيط. الخيط. يبقى هنا دي 20 وهنا 12 وهنا الشد زي ما احنا قلنا، هنا شين وهنا شين، ونبدأ ندرس الحركة. طبعا دي 20 دال ودي 12 دال، طبعا ال 20 اكبر من 12 يبقى الحركة هتنزل كده وهتطلع كده. يبقى نيجي نقول له معادلات الحركة، 20 دال ناقص شين بيساوي 20 جيم، بتساوي 20 جيم، ودي المعادلة رقم واحد. وشين وبعدين شين ناقص ناقص 12 12 دال دال هتساوي 12 جيم، ودي بالطرح على طول، يبقى هنعمل بالجمع او بالجمع يبقى يبقى 12 من 8 دال يبقى 8 دال بتساوي بتساوي 32 جيم، 32 جيم، يبقى ويبقى دي إذن بتساوي جيم ربع دال. هتساوي ربع دال. خليها زي ما هي ربع دال، ربع دال يعني نقول له يبقى 2.45 من 100 متر على الثانية تربيع، أو 245 جيم هتساوي 245 سنتي سنتيمتر على الثانية سنتيمتر تربيع. على الثانية تربيع. طيب اتفضل. بعد كده عايز ايه هو؟ قبل ما يتقطع الخيط، اولا هو هو عايز طلب الشد أول في حاجة الخيط كمان، عجلة حركة المجموعة جبناها، عايزين الشد في عايزين الخيط الشد في أعوض الخيط. أي معادلة. اعوض في المعادلة رقم 2 اللي هي اقول له شين تساوي 12 افتح قوس دال زائد جيم، يبقى الشين هتساوي 12 في 980 زائد الجيم 245، ونجيبها هتطلع ب 14700 ضايم. لو عايز كمان الضغط هنضرب الكلام ده فين؟ في 2. اتنين. هو بيقول واذا قطع الخيط بعد مرور ثانيتين، يبقى قبل قطع الخيط نجيب السرعة اللي النهائية اكتسبتها المجموعة اللي قبل قطع اكتسبتها الخيط، وتعتبر هذه السرعة سرعة ابتدائية للحركة الجديدة، بعد القطع. وكمان نجيب المسافة لانه هينزل مسافة. ماشي. يبقى هنيجي نقول له ايه بقى؟ قبل قطع الخيط يبقى عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2، عين تربيع عين بس بتساوي عين صفر زائد جيم نون، يبقى عين هتساوي صفر زائد جيم اللي هي جبناها 245 245 في 2 والنون في 2، يبقى بتساوي 480، يبقى عين هتساوي 490 سنتيمتر على الثانية. 490 سنتيمتر على الثانية. طيب نجيب المسافة بقى بالمرة، برضو قبل قطع الخيط هنقول له يبقى فيه بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع، عين صفر بصفر، عين صفر بصفر، يبقى نص في 245 45 في في 4 4 يبقى ب 490 سنتيمتر. على الاثنين في الواحد على الاثنين في الاثنين، يبقى 490 سنتيمتر. ده المسافة رقم واحد. طيب اتقطع الخيط، احنا بندرس بقى الكتلة الثانية اللي هي الكتلة رقم 8 12. 12. الكتلة رقم 12 هيحصل فيها ايه؟ هي اصلا كانت طالعة هتنزل تحت تأثير الجاذبية الأرضية، هتطلع كمان شوية من نتيجة للسرعة اللي اكتسبتها، نتيجة للسرعة اللي اكتسبتها هتطلع، فهنجيب لها اقصى تحرك ارتفاع. بتقصير. هنجيب لها اقصى ايه؟ ارتفاع. ارتفاع اقصى ارتفاع، فهنيجي نقول له ايه؟ اقصى ارتفاع في قانون كان للاقصى ارتفاع ده، كان يبقى عين صفر تربيع على 2 دال، او ممكن نجيب القانون ونعمله ونعوض عن ونعوض، بس هنا دال مش جيم، لانه لما اتقطعت تحت الخيط تأثير الجاذبية تحت الأرضية، تأثير الجاذبية الأرضية. يبقى العجلة هنا عبارة عن 245 الكل، السرعة الابتدائية السرعة اللي احنا جبناها، 25. السرعة الابتدائية اللي احنا جبناها، السرعة جبناها 9 اللي هي السرعة النهائية اللي احنا جبناها 490 اللي هي 490
يبقى هتساوي 490 لكل تربيع على 2 في 980، ماشي بكام بقى دول؟ واضح. هيبقى هنا دي هتطلع عندي المسافة التانية 122.5 سنتيمتر، 490 تربيع على 2 في 900، يعني 122.5 سنتيمتر. 122.5 سنتيمتر. طيب يبقى معنى كده ان انا هجيب المسافه الكليه. هو قبل كده درسنا جبنا الحسابه 490 سم 490 مشيها، قبل قطع الخيط. انا عايز امثلها للناس قبل قطع الخيط اهو اهو كده. قبل قطع الخيط مشي مسافه 490، 490، طبعا ده هيطلع برضو نفس المسافه 490. بعد كده اتقطع الخيط، فده هيطلع شويه، الشويه اللي احنا حسبناهم طلعوا 122 ونص. ونص، يبقى المسافه اللي هيمشيها بعيد عن سطح الارض هيبقى عباره عن المسافه عباره عن 490 زائد 122، 122 وايه؟ ونص. نجمعهم مع بعض فهيطلع الناتج بتاعهم 612 ونص. 612 ونص، ونص. يبقى دي طبعا المسافه اللي هيعملها يبعد عن سطح الارض منها اوكي. طبعا بالسنتيمتر. بالسنتيم. نشوف سؤال تاني كده. سؤال كمان بيقول لي يمر خيط خفيف على بكرة صغيرة ملساء يتدلى من احدى طرفيه الجسم كتلته 800 جرام، ومن الطرف الاخر ميزان زنبرقي كتلته 400 جرام، معلق به الجسم كتلته كاف جرام. تمام. إذا تحركت المجموعة من السكون وكانت قراءة الميزان أثناء الحركة 160 سكل جرام، أوجد قيمة كاف. يبقى إذا ما دام الجسم بيتحرك يبقى ده بيديني الشد في الخيط. قراءة الميزان هنا هتديني الشد في الخيط. شد في الخيط للكتلة دي، للكتلة دي. أيوان. مش الشد في الخيط لا لا، هو طبعا هنا ما دام بيتحرك يبقى بتديني الشد في الخيط. تمام كده. احنا ممكن نحسب المجموعة الاول، حركة المجموعة لان كتلتين، عشان نجيب العجلة. عشان نجيب العجلة، وبعدين نبدأ نحسب الشد في الخيط للحكاية دي. فالاول نقول له ايه، انا عندي كتلة هنا 800، والكتل الميزان نفسه وزنه 400، والكتلة كتلة 200، عليه والكتلة كام؟ كاف، مش عارفها. لا، الكتلة اللي عليه مش معروفة. يبقى هنقول له 800 د ناقص ش هتساوي 800 ج، وبعدين نقول له ش ناقص 400 زائد ك بتساوي 400 زائد ك في ج. تمام كده. وبعدين نيجي نقول له ايه بالطرح، هيبقى 800 د ناقص 400 د ناقص ك د هتساوي 1200 زائد ك في ج، ونطرح الاثنين دول من بعض فهيبقى 400 د 400 د ناقص ك د بتساوي 1200 زائد ك في ج. كده انا عندي مجهولين، الكاف والايه والجيم. لكن انا كان مديني قراءة الميزان، قراءة الميزان بتديني الشد في الخيط، كنت استفيد منها قراءة بالحركة. الميزان للكتلة دي، فهاجي اقول له 160 في 980 بتساوي كاف في د زائد ج. لا، هو الشد عامة بيديني الشد في الخيط. يبقى هنا الشد في الخيط عبارة عن ايه؟ هنا طلع 160، يبقى انا بقول ان هنا ده بدرس شد الحركة. الميزان للكتلة. طب ما انا هدرس حركة الكتلة دي لوحدها اللي هي ايه؟ ما انا شين بدرسها اهي، ناقص كاف دال. ما انا عملتها اهي، 160 في 980 بيساوي ك في د زائد ج. احنا ممكن نيجي نقول له هنا في المعادلة دي اللي هي 400 د وناقص ك د بتساوي 120 ج زائد ك ج. بص كده يا مستر، ما احنا دلوقتي الكتلة التانية عبارة عن 160 زائد 400. انا هودي دي الناحية التانية، هيبقى 400 د ناقص 1200 ج بتساوي ك في د زائد ج. ماشي. اقدر اشيل ده كله واحط مكانه اللي انا جايبه ده. بالظبط. يبقى 400 د ناقص 1200 ج بتساوي 160 في 980. نحسبها بقى. ماشي، ما عندي د ب 980، عندي د ب 980، انا هودي دي الناحيه الثانيه وهقول له 400 في 980 ناقص 160 في 980 بتساوي 1200 جيم. يبقى اذا الجيم هتساوي 400 في 980 ناقص 160 في 980 على 1200. نحسبها بالآلة.
يبقى الجيم بتطلع 196 سنتي متر على الثانية تربيع. 196 سنتيمتر على الثانية تربيع. نرجع بقى نعوض بيها في المعادلة الأولانية اللي أنا عاملها دي، اللي هي 160 في 980 بتساوي كاف في د زائد ج. أنا عندي خلاص جبت ج، ايوه يبقى 160 في 980 بتساوي كاف أهي، ودي 980 زائد 196، يبقى الكاف هتساوي 160 في 980 على 980 زائد 196، ونحسبها بالآلة. هتطلع كاف ب 400 على 3 هنا بالايه بالجرام، 400 على 3 جرام. نشوفها. طيب حتى كده 160 في 980، وهنا 980 زائد 196، هتطلع فعلا زي ما حضرتك قلت 400 على 3 جرام. بالجرام. يبقى احنا كده جبنا الجيم وجبنا الكاف. الجيم طلعت ب 196 سنتيمتر على الثانية تربيع، والكاف طلعت ب 400 على 3 جرام. حب ماشي نقرا المسألة مرة تانية علشان خاطر ماشي. الطالب هنا ما بيقول يتوهش مننا. يمر خيط خفيف على بكرة صغيرة ملساء يتدلى من احدى طرفي جسم كتلته 800 جرام، ومن الطرف الاخر ميزان زنبرك كتلته 400 جرام، معلق به جسم كتلته كاف جرام. اذا تحركت المجموعة من السكون وكانت قراءة الميزان اثناء الحركة 160 ثقل جرام، اوجد قيمة كاف. طبعا هنا واضح ان مادام بيتحرك يبقى داني الشد في الخيط للكتلة التانية. من هنا استفدت من الشد في الخيط اللي هو عندي بدرسه، اللي هي طبعا ايه الكتله التانيه كانت هابطه، ايوه يبقى هي عباره عن ايه اللي هو طبعا بدرس الحركه، الكتله التانيه اللي هي الصغيره كانت طالعه لفوق، يبقى في النقص اللي هي 560 ال 400 زائد الكتله اللي موجوده اللي هو بتساوي 400 ج. من هنا طلعت عجله المجموعه، تمام. وبعدين بعوض عايزين كده. نفرق بس بين الشد اللي هنا والشد اللي في الشد الميزان. التاني. الشد اللي بتاع الميزان ده شد للكتلة، ايوه انما الشد اللي هو هنا لو حبينا نعوض تاني بعد ما جبنا الجيم ونعوض بيها، الشد هنا هيبقى مختلف عن الشد التاني. من سكون قارة الميزان، هنا ما دام بتتحرك من السكون يبقى الشد بيديني كتلة الجسم. هنا هو قال لي حتة مهمة جدا، إذا تحركت المجموعة من السكون وكانت قراءة الميزان أثناء الحركة 160. دي كأنها حركة مصاعد يا مستر. بالظبط. كأنها يبقى حركة حركة مصاعد. مصاعد، يبقى هنا واضح إن الكتلة كده، يبقى هنا الكتلة 400 في الكفة، والكتلة الكفة 400 والكتلة 160، يبقى مجموع الاثنين 560 جرام، وأحل معادلتي عادي. نشوف مسألة تاني. هنا بيقول لي في الشكل المقابل كتلتان مقدارهما، مديني شكل كده في بكرة ملساء وفي كفتين ميزان، كفة ميزان هنا 160 موجود عليها كتلة 420، وكفة الميزان وزنها 160، والكتلة كفة الميزان الكتلة الثانية 140. 420. كتلتان مقدار كل منهما 420، احدهما موضوعة في كفة ميزان كتلتها 140، جرام، وتحركت المجموعة من السكون فأكمل ما يأتي. فأكمل ما يأتي. عجلة الحركة، والشد في الخيط، والضغط وبعدين على طلب بكرة. الشد في الخيط، وبعدين الضغط على محور البكرة، والضغط على كفة الميزان، وكأنها مسألة والمسافة بتراجع الرأسية. على والمسافة الرأسية يبقى كل ده هيبقى في سؤال والمسافة واحد، سؤال الرأسية. شامل. سؤال شامل ممكن نجيبه ونحل بيه. طيب أولا الكتلتين متساويتين، لكن في واحدة منهم زايدة فيهم محطوطة وزن الكفة. وزن الكفة زايدة عليها. احنا قلنا لما بنيجي ندرس حركة بنشوف مين المجموعة الأكبر. بنشوف مين أكبر، فبنضيف وزن الكفة على الوزن. صح. لكن لما بنحب نجيب ضغط الكتلة على الكفة بنهمل وزن الكفة. لازم الطالب يفرق ما بين الاتنين. يعني انا وقتي وانا بشتغل هقول له انا معايا 420 ومعايا وزن الكفه 140، يبقى المجموع 0.65، يبقى الكتله دي 500 وكام؟ 560. و60. يلا ندرس بقى علشان نجيب له اول مطلوب ليه العجله. فهقول له 560 د ناقصين ناقص ش بتساوي 560 ج، ودي المعادله رقم ودي واحد. المعادله رقم واحد. وبعدين هاجي ش للمعادله ناقص الثانيه، ش 420 ناقص 420 هتساوي 420 ج، دي المعادله رقم اتنين. بالجمع. بالجمع اهو، يبقى 560 من 100 من 420 هيبقى 0.41 د بتساوي 0.89 ج. بقسم على 140 يبقى ج بتساوي 7 د. ج هتساوي 140، دي هتروح مع دي. ما الد يبقى ج ب 980 بتساوي 140 سنتيمتر على الثانية سنتيمتر تربيع. على الثانية تربيع. يبقى نكتبها هنا بقى في الأكمل. يبقى هنكتب هنا دي 140 سنتيمتر على الثانية تربيع. عايز بعد كده عايز الشد بعد في كده الخيط، الشد في اعوض في اي الخيط معادلة اعوض في المعادلة رقم اتنين. اسهل. اسهل اقول له يبقى ش هتساوي 420، هي المفروض تبقى 420 د،
420 افتح قوس دال زائد جيم، يبقى الشين هتساوي 420، وهنا 980 زائد احنا جبنا الجيم140، ب 140. هطلع 140 خلي مثلا، بالك هو مكتوب له الشد بالثقل جرام، يبقى على 980. يبقى هقسم على 980، ماشي، هتطلع بكام بقى؟ هتطلع ب 480 ثقل ثقل جرام. جرام. يبقى نكتبها في المسألة هنا 480 ثقل. ما تفتكرش ان المسألة اكمل يعني هنحلها يعني كده حلو. والسلام، احنا بنحل مسألة كاملة وبنطلع المسألة ونحطها. نشوف مسألة بعد كمان، كده طلب الضغط على محور البكرة بضرب الشد في يبقى 2. الضغط بيساوي 2 في شين، طبعا هي بالثقل، لما اضربها في 2 هتبقى برضه بالثقل، يبقى بتساوي 2 في 960 480 هتطلع ب 960 ثقل ثقل جرام. جرام. يبقى برضه نكتب هنا 960 ثقل جرام، 960 ثقل جرام. الضغط بقى على الكفة، الكفة اهي وكأنها مصعد، وكأن الكفة دي بهم الوزن الكفة. بهم وزن الكفة، فهنيجي نقول له ايه بقى؟ الضغط على الكفة عبارة عن ضاد بتساوي كاف في دال، هو هنا هابط، هابط، يبقى هنا دال، كاف دال ناقص شين بتساوي كاف. الضغط نعمل المعادلة، يبقى هنيجي نقول له ضاد ناقص كاف دال بتساوي كاف في جيم، ووديها الناحية التانية هتبقى ضاد هتساوي كاف، ونفتح دال زائد ايه؟ جيم. ها يبقى ضاد الكتلة 420 420، ودال ب 900. هنا بقى الكتلة بقت 420، ما بقتش 500 وكام، لان انا بهمل وزن الكفة. احنا اهملنا وزن الكفة، وهنا 980 زائد جيم اللي هي 100 وكام هنقسم على 980، وهنقسم كمان على 980، هتديني 480 ثقل جرام، هتديني 480 ثقل جرام. ده الضغط على الايه؟ الكفة. طلب مني المسافة الرأسية بعد 2 ثانية. بعد 2 ثانية. طيب يبقى نجيب المسافة، صفحة جديدة، صفحة جديدة، نجيب المسافة بعد 2 ثانية، يبقى هجيب السرعة اللي اكتسبها الجسم، المسافة المقطوعة في بدأ من السكون، يبقى هنجيب المسافة، هنقول له فيه بتساوي عين صفر صفر نون نون زائد زائد نص نص جيم نون تربيع، يبقى فيه هتساوي ده بصفر، يبقى ادي النص والعجلة جبناها ب 140، والاتنين بقوا أربعة، لأن الاتنين ثانية هتتربع تبقى بأربعة، يبقى 560 سنتيمتر، يبقى هتطلع ب 560، الوقت 280 في 2، دي هتطلع ب 280، ونقول له المسافة الرأسية هتطلع 280 في 2 بتطلع ب 560 سنتيمتر. مسألة شاملة بتحل المسائل ده الدرس كله. هنقولها تاني بسرعة كده، نقولها تاني. يعني واحنا ماشيين بنحل خطواتها، يبقى دي اداني كتلتين في الشكل المقابل، كتلتين مقدار كل منهما 420 جرام، احدهما موضوعه في كفه ميزان كتلتها 140، وتحركت المجموعه من السكون في اكمل ما ياتي. طلب عجله الحركه، الشد في الخيط، الضغط على محور البكره، الضغط على كفه الميزان، المسافه الراسيه بعد 2 ثانيه. طبعا لما هنا حطينا ال 420 في الكفه اللي هي ال 140، بقت وزن الكفه بالكتله اكبر من وزن الكتله الثانيه، يبقى الحركه في اتجاه الكفه. يبقى هنا 560 د ناقص ش بيساوي 560 ج، دي المعادله رقم واحد، وش ناقص هنا 420 د بيساوي 420 ج. جمعت المعادلتين، طلعت العجله بتاعتي، وكانت طلعت العجله 140 سنتيمتر على الثانيه تربيع. تمام. طلب بعد كده الشد في الخيط، بعوض في المعادله الثانيه اسهل، لان ش بتبقى موجبه، وقسمت على 980 طلعت بثقل الجرام. بعد كده طلب الضغط على محور البكره، الضغط بيساوي 2 ش. هنا بعد كده طلب المسافه الراسيه، خلي بالك هجيب المسافه ضغط على احدى الكفه الكتلتين، الاول، وبعد كده بجيب احدى الكتلتين واضرب المسافه في 2، بتديني المسافه الراسيه. تمام. بين الكتلتين. تمام. نشوف سؤال تاني، بيقول لي في الشكل المقابل برضه مديني رسمه تانية، جسمان كتلتهما كاف واتنين كاف، كيلو جرام بالكيلو جرام، نخلي بالنا، يبقى هنا عندي بالقوه بالنيوتن، في طرفي خيط يمر على بكره صغيره ملساء، وتحركت المجموعه من السكون عندما كان الجسمين في مستوى افقي واحد. يعني مفيش حد اعلى من الثاني ولا حد اسفل من الثاني. عايزين عجله المجموعه، اول حاجه، والضغط الضغط على على محور البكره، سرعه المجموعه بعد 3 على 2 بعد 1.5 ثانيه من بدء الحركه، المسافه الراسيه بين الجسمين بعد 1.5 ثانيه من بدء الحركه. نشوف كده بقى واحده واحده كده، نرسم الرسمه قدامي، الرسمه قدامي، نرسمها تاني. ماشي، نرسمها تاني. دي 2 كاف دال، والتانية كاف دال، والتانية كاف دال، وهنا في شد، وهنا في شد، دي أكبر فهتنزل كده، دي أصغر فهتطلع لفوق، ونبدأ نجيب له معادلات الحركة. يبقى 3 2 ك
كاف د ناقص شين بيساوي اتنين ناقص كاف ج، شين بتساوي 2 كاف في ج، ودي يبقى هو ده المعادله رقم رقم واحد. واحد. وشين لا وشين ناقص كاف د بتساوي كاف في ج، بالجمع دي المعادله رقم 2 بالجمع. أربعة كاف يبقى كاف د كاف د شين هتروح مع بتساوي شين تلاتة بتساوي كاف، 3 كاف ج، هنقسم على كاف هنقسم على كاف يبقى ونقول له اتنين. الجيم هتساوي 980 على الثلاثة. يبقى هو إجابة عايزها بال 9.8 من 10 على 3، لان هنا مديني الكتله بالكيلو جرام، لو لو قسمناها لو هتبقى 9.8 من 10 على 3، لان هنا ال 9.8 من 10 على 3 هتطلع 49 على 15 متر لكل ثانية تربيع، ماشي لأنه جبنا هنا كده بالكيلو العجله. جرام. يبقى الإجابة هنا 49 على 15 متر لكل ثانية تربيع. طيب عايز الضغط على يبقى ضروري البكرة، نجيب الشد نجيب نعوض في الشد المعادله الأول، الثانيه. نعوض في المعادلة رقم 2 اللي هي المعادلة ش ناقص ك د بتساوي ك في ج، هودي دي الناحية التانية وهوديها واخد ك عامل مشترك، تبقى ش هتساوي ك عامل مشترك أهو، وبعدين د زائد ج. خلي بالك الإجابة هنا هتبقى بدلالة ك لأن مش طبعا مديني لان ك. الكتله مجهوله. هيبقى هتساوي ك، وهنا 9.8 من 10 والج إحنا جايبينها 49 على 15. يبقى اذا الضغط على، يبقى هنا عندي يبقى الشين هتساوي، أربعة كاف على ايه؟ يبقى هنحسبها كده 9.8 من 10 زائد 49 على 15 هتطلع 196 على 15 كاف، 196 على 15 كاف، مظبوطة كده؟ هنضرب بقى، نجيب الضغط على يبقى نجاوب البكرة. عليها لسه هضربها في 2، علشان اجيب ده الضغط الشين يبقى هضربها في 2، يبقى هقول له في 2 هتساوي 392 على 15، يبقى هتساوي هنا 392 كاف على 15، صح كده؟ لا، هو احنا عندنا دلوقتي هنجيب، معلش، الشد تاني يا استاذ نجيب خالد. الشد تاني، الشد نحسب الشد بيساوي تاني، شين هتساوي كاف افتح قوس د زائد ج، احنا اصلا جايبين الج د بكام؟ ب 9.8 من 10 والجيم، 49 على 15، او 9.8 9.8 من من 10 10 على على 3 3، اسهل يعني. يبقى ش هتساوي كاف اهي، وهنا 9.8 من كاف 10 9.8 زائد من 10 9.8 من 10 في على 4 على 3، 3، يبقى ش هتساوي كاف في 4 تتلو. 9.8 من 10 في 4 على 3. يبقى هنا اقدر اقول الشد بيساوي 4 على 3 كاف ثقل كيلوجرام، ده الشد 4 على 3 كاف ثقل كيلوجرام، اضربها ب 2. يبقى الشد هيساوي 4 عشان قسمت على 9.8 من 10، 4 على 4 على 3 3 كاف كاف ثقل ثقل كيلو كيلوجرام، جرام. يبقى طب الضغط الضغط بيساوي يبقى اضرب 8، في 2 8 كاف على 3 ثقل كيلو جرام. جرام. احنا كنا برضو هنقسمها على احنا ما كناش قاسمينها على 9.8 من 10، كنا هنقسمها على 9.8 من 10 كانت هتطلع كده. ماشي، عايزين بقى نجيب سرعة المجموعة بعد 1.5 ثانية من سرعة دلوقتي. المجموعة، يبقى خلي بالك كلمة سرعة المجموعة يعني السرعة في الكتلة دي ما والسرعة هي في الكتلة دي. سرعة بالنسبة سرعة بتساوي عين صفر زائد جيم نون، يبقى عين هتساوي صفر زائد جيم احنا جايبينها 49 على 15 في نون بعد 3 ثانية واحد ونص. واحد ونص ثانية في 3 على 2، يبقى هتطلع بتساوي كام؟ يبقى بتطلع هنا 4.9 متر على الثانية، 4.9 متر على الثانية، دي السرعة دي سرعة المجموعة. عايز المسافة الرأسية بين الجسمين بعد بعد 1.5 ثانية. نفس المسافة دي، يبقى هنا هناخد ايه القانون بتاع فيه، بتساوي عن صفر نون يبقى زائد فيه نص، بتساوي عن صفر نون زائد نص جيم نون تربيع، يبقى فيه هتساوي ده برضو بصفر لسه ما اتقطعش الخيط لانه ما قاليش قطع خيط، زائد نص في 9.8 من 10 على 3 في 9 على 4، كل ده هضربه في 2 هيديني المسافة الرأسية. هضربه في 2 يبقى يبقى المسافة الرأسية المسافة الرأسية بتساوي 2 ف، هتساوي 2 ف اللي هي بتطلع 7.35 من 100 متر. اللي هي 7.35 من 100 متر. ماشي، يبقى كده جبنا المسافة الايه الرأسية. يبقى مسألة عادية، خطواتنا بنمشيها كلها عادية، ماشية نقراها سهلة، تاني مفيش بس هي لها مطلوبين تاني، هو ايه، احنا جبنا ليها كل المطالب. لا فيها ماشي، تابع، لها لها تابع. ليها تابع. طيب نقرا المسألة من نشوف بقى، الأول. نكمل تاني. طب نشوف، نقرا المسألة ونكمل بعد كده. يبقى كان مديني في الشكل المقابل جسمين كتلتهم كاف واتنين كاف مربوطان في طرفي خيط يمر على بكرة صغيرة ملساء، تحركت المجموعة من سكون عندما كان الجسمان في مستوى أفقي واحد، اكمل ما يأتي. طلب مني عجلة الحركة، طلب الضغط على محور البكرة، طلب سرعة المجموعة بعد 1.5 ثانية، بعدين طلب المسافة الرأسية، بعد كده طلب مطلوب تاني بيقول لي ايه.
بيقول لي واذا قطع القيد بعد 1.5 ثانية من بدء الحركة فان الكتلة كاف تصل للسكون اللحظي بعد زمن قدره نقط. اذا قطع الخيط بعد 3 على 2 ثانيه، السرعه اللي احنا جبناها دي هتبقى تعتبر سرعه ابتدائيه. تعتبر سرعه ايه؟ ابتدائيه. ابتدائيه. احنا جبنا السرعه طلعت 4.9، يبقى انا عندي السرعه الابتدائيه بتساوي 4.9. السرعه الابتدائيه بعد قطع الخيط، بعد بعد قطع قطع الخيط الخيط، بعد قطع الخيط السرعه الابتدائيه هتبقى 9 4.9 ايه من 10. اذا قطع الخيط بعد من بدء الحركه فان الكتله كاف، الكتله كاف خلي بال حضرتك معايا، الكتله كاف ديت هتطلع لفوق. فتسكن لحظيا وترجع تنزل. يبقى لما هتطلع لفوق يبقى معادله الحركه بتاعتها المفروض تبقى عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع، ولا نعملها بالفه احسن؟ هو عايز لا الفه. هو عايز الفيه وعندي الزمن يبقى فيه يبقى فيه بتساوي عين صفر نون ناقص نص جيم نون تربيع. ده النون تربيع بقى لان ده تحت ده تأثير لانها تبع الجاذبية الجدال. الأرضية. يبقى هنا فيه هتساوي عين صفر باربعة وتسعة من عشرة في واحد. الزمن بعد ايه؟ مش كده؟ بعد 1.5 ثانية. بس قطع الخيط بعد 1.5 ثانية من بدء الحركة. ده هي مشي. هتصل للسكون اللحظي امتى؟ تصل للسكون اللحظي امتى؟ يبقى هنقولها كده، السكون اللحظي يعني السرعه النهائيه بصفر، يبقى عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 جيم ف، مش كده؟ ايوه. هو عايز الزمن. عايز الزمن. يبقى عين الزمن يبقى عين صفر على د، عين صفر اللي هي كام بقى؟ 4.9 على د 9.8، هتطلع بالنص، يبقى الإجابة هتطلع نص ثانية. تاني المسألة دي يعني هو ما زي ما نقول زمن أقصى ارتفاع، زمن أقصى ارتفاع، زمن أقصى ارتفاع زمن يبقى عين أقصى صفر ارتفاع على د، يبقى عين صفر على د، عين صفر ب4.9 وده ودال 9.8 تسعة وثمانية هتطلع عشر فيها يبقى النص. نص. إذا كانت المسافة الرأسية بين الجسمين بعد زمن نون ثانية بعد قطع الخيط أصبحت 12.25 متر فإن النون بتساوي نقط ثانية. إذا كانت المسافة الرأسية بين الجسمين من زمن بعد زمن نون بيساوي 12.25 يبقى واضح إنها دي دبل المسافة لأن دي لو طلعت هنا 6.5 مية 625. يبقى هنا بالتانية بالتالي هتبقى التانية طلعت برضو ستة. طيب نجيب اقصى ارتفاع، اقصى ارتفاع اللي برضو هو هيبقى عين صفر صفر تربيع تربيع على على 2 2 د. دال. عين صفر تربيع اللي هي 4.9 لكل الكل تربيع تربيع على 2 في 9.8، نحسبها كده بقى مع بعض، يبقى 4.9 لكل تربيع على 2 في 9.8 هتساوي 49 على 40. 49 على 40. طيب هي في خلال النص ثانية الأولانية طلعت المسافة دي، طب وفي خلال الثلاث ثواني التانيين 3 على 2 ثانية طلعت مسافة 7.35 بس أقسمها على الاثنين، يبقى معنى كده إن أنا هقول له 7.35 على الاثنين فهتطلع ب 147 على 40. مظبوط الكلام ده؟ لما نجمعهم مع بعض، وانا عايز المسافه تطلع 12 ونص متر، ماشي. او عايز المسافه الاصليه تطلع 6 وربع. طب نعيد الحته دي تاني يا استاذ خالد كده نجيبها تاني الحته التانيه. اذا كانت المسافه الرأسيه بين الجسمين بعد زمن نون ثانيه بعد قطع الخيط اصبحت 12 وربع، هنحلها بالتدريج. على مهلك كده. الجسمين كانوا كده. في زمن 3 على 2 ثانيه مشيت دي 7.5 7.35. ال 7.35 ديت لما اقسمها على الاثنين يعني مشيت هنا 147 على 40 ومشيت هنا 147 على 40. بالظبط كده. بعد كده عشان تصل الى السكون اللحظي هتطلع هي مسافه هنا نص ثانيه وهتنزل هنا مسافه نص نص ثانيه. ثانية. واخد بال حضرتك معايا؟ طب انا طلعت المسافه النص ثانيه دي كانت المسافه عباره عن 49 على 40. ماشي. المسافة اللي هنا اللي هتنزلها هنا قد ايه؟ برضه نفس المسافة. هتبقى برضه عبارة عن 49 على 40. ماشي. تعال بقى نجمع الاتنين دول ونجمع دول. بالظبط كده المسافة الرئيسية بينهم. لأنه يبقى هي نزلت كده وطلعت دول. تعال نجمعهم دول كلهم كده مع بعض. هيبقى 147 على 40
زائد 2 في 49 على 40 المسافتين اللي هو مشيهم، زائد 147 على 40، هتطلع ب 12 وربع اللي هي المسافة دي. ايوه يبقى معنى كده ان هو هيحتاج نص ثانية فقط لا غير بالظبط علشان تطلع المسافة الرأسية نفس بالمنظر ده. المسافة الرأسية، يعني انا حسبت لك المسافة دي والمسافة دي اجمعهم، اجمع اي مسافتين واضربهم في اتنين، اجمع اي مسافتين واضربهم في اتنين فاتنين هتديني فيطلع تديني المسافة 12 وربع. يبقى قد ايه بقى الحكاية؟ قد نص نص ثانية، ثانية. اللي هي النص الثانية اللي بعد قطع الخيط. اه يبقى كأنه المسافة كلها على بعض الزمن الكلي 1.5 ونص، دي يبقى 2 ثانية، 2 ثانية. 2 ثانية. نشوف سؤال تاني كده. بس هو ليه ما كتبناش الإجابة 2 ثانية يا مستر؟ لأنه هو بيقول وإذا كانت المسافة الرأسية بين الجسمين بعد زمن نون بعد قطع الخيط أصبحت، أصبحت أصبحت يعني هو مشي شوية وكمل لي المسافة علشان أصبحت تصبح كده، لكن المسافة الرأسية كلها اللي هي 12 وربع ثانية دي استغرقت فيها أو 2 أنا ثانية. ممكن أطرح من ال 12 وربع ضعف المسافة اللي أنا جبتها، المسافة الرأسية بين الكتلتين، ومن هنا أقدر اللي أطلع هي 7 الزمن، 35. أطلع الزمن اللي استغرقته في هذه الفترة. تمام. بالظبط كده. نشوف مع بعض كده مسألة تانية كده. اتفضل يا فندم. طيب ماشي. طب أعزائي الطلبة، إحنا شفنا قدر كبير من المسائل، ونشكر الأستاذ خالد على المجهود الكبير، وبس المسائل دي عايزة تركيز وعدم السرعة في الحل، وبنحاول بقدر الإمكان نطلع عامل مشترك ونبسط المسألة عشان عملية الحل تبقى بالنسبة لنا بسيطة، ونشكر الأستاذ خالد مرة أخرى على المجهود الكبير، وإلى اللقاء في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.